بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة الحقيقة كان في اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي، اتخذت بعض وبعض القرارات الهامة جدا الخاصة بالنادي والخاصة بأمور أخرى. خلينا نستعرض أهم هذه القرارات عن طريق الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الإعلامي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي. نطلع نشوف ماذا قال أو ماذا قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم، ونرجع نكمل مع حضراتكم. يعني في إجراءات لاستعادة العضوية، ده بيحتاج يعني أمور إدارية معينة وغرامات، فعلشان كده احنا بنهيب بالسادة أعضاء النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية ان هم يحرصوا دايما على تجديد اشتراكاتهم في الوقت المقرر، خصوصا انها اشتراكات سنوية ويعني بسيطة جدا لاستلام الكرنيهات الجديدة والحفاظ على عضويتهم. رقم اثنين، مجلس إدارة النادي الأهلي وفي مناسبة شهر رمضان المعظم أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى الإنسانية جميعا الحقيقة بكل الخير واليمن والبركات، وافق على إقامة دورة رمضانية في كرة القدم لأعضاء النادي بدءا من النشأ مواليد 2005 2006 2003 و2004 و2002 و2001 وكمان 1999 و91 إلى 98 تبقى دورة واحدة، ومن 90 فما فوق دورة رمضانية في كرة القدم. هيعلن عن تفاصيلها في النشاط الرياضي وعلى الموقع الرسمي للنادي الأهلي، لأنه الحقيقة شهر رمضان من الشهور اللي الدورات الرمضانية بتكون فيها علامة يعني الحقيقة وطقس من طقوسه. كمان النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب في هذه الجلسة المهمة استعرض ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لإدارة المصيف الجديد لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي في الساحل الشمالي في مارينا 5، والفندق الحقيقة المحترم اللي مجلس الإدارة استطاع أنه يقوم على إيجاره بالإضافة إلى الشاطئ الخاص. الحقيقة أنه كان بعض الأخبار توترت والبعض تحدث على مواقع السوشيال ميديا عن أسعار خاصة بالمصيف، عن أنه تم توزيع الفندق بكل أفواجه وأسابيعه المختلفة على مجموعة من الأعضاء دون غيرهم، وده كلام الحقيقة عاري تماما عن الصحة. النادي الأهلي ونهج إدارته ومجلس إدارته أنه بيكون فيه الحقيقة معايير واضحة وشفافة وفي عدالة تامة في مثل هذه الأمور، وفي خلال 48 ساعة سيعلن عن كل التفاصيل وعن الأسعار وعن إجراء قرعة علنية. يعني أي شخص يرغب من أعضاء النادي الأهلي في الحجز لمدة أسبوع في هذا المصيف سيتقدم وستجرى القرعة العلنية أمامه ليتم تحديد الأسبوع إن شاء الله اللي هيقدر يظفر به أو يفوز به، وإن شاء الله الأسعار كالعادة هتكون في متناول الجميع، بالإضافة إلى الشاطئ الخاص والمتميز المخصص لأعضاء النادي الأهلي، وطبعا مش قريب من الفندق هو في مكان آخر. وتم تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي للبحث عن آلية محترمة يدير بها النادي الأهلي هذا الشاطئ ليكون طبعا مسموح فقط لأعضاء النادي وضيوفهم طبقا ل يعني معايير وضوابط محددة كعهد النادي الأهلي. فده الحقيقة دي من الأخبار السارة اللي بنزفها لحضراتكم، لأنه في متنفس طبعا مهم وهيلبي رغبات وطموح أعضاء النادي الأهلي في مصيف في الساحل الشمالي غير مطروح. وفاتني بس اني اقول لحضراتكم انه هيكون في اولويه للاعضاء الذين لم يكن لهم الحظ في الحجز في معسكر او مصيف مرسى مطروح. الحقيقه انه ايضا مجلس الاداره النهارده استمع الى شرح وافي وعرض من الدكتور محمد الصبان مستشار تكنولوجيا المعلومات، مستشار مجلس الاداره تكنولوجيا المعلومات، عن رؤيته للمرحله المقبله والتحديث والصوره التكنولوجية الخاصة بهيكلة النادي الأهلي تكنولوجيا خلال المرحلة المقبلة. بالإضافة أيضا أن الأستاذ حازم هاني مستشار مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية والارتفاع بقى بمستوى العاملين في النادي الأهلي وهيكلة الحقيقة شؤون العاملين وتزويد كل العاملين بمهارات تتسم وتتسق الحقيقة مع العصر وبما يليق أيضا بالنادي الأهلي، أيضا الأستاذ حازم عرض هذه الصورة اليوم على مجلس الإدارة وافق عليها مبدئيا. خلونا أقول لحضراتكم آخر قرار وهو قرار الحقيقة مهم
وما كناش الحقيقة نتمنى أبدا أنه مثل هذه الأمور تدار على العلن. مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين هو في شراكة مع شركة بريزنتيشن، ومش مجرد راعي للنادي الأهلي، النادي الأهلي ومجلس إدارته بيحمل لها كل تقدير واحترام، وفي عقود، وهذه العقود الحقيقة دايما بنقول أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وعلى الأطراف كافة أنها تعمل على تنفيذها والالتزام بها وطبعا احترامها. مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة خد قرار، خلوني يعني أقول لحضراتكم نصا، نظرا لتأخر شركة بريزنتيشن في سداد قيمة الأقساط المستحقة للنادي الأهلي مقابل عقد حقوق الرعاية وعقد حقوق البث التلفزيوني وعدم استجابة الشركة للخطابات التي سبق وأن أرسلها النادي للشركة بشأن تلك المستحقات والغرامات المترتبة عليها، فإن النادي مضطر لمنع الشركة من الدخول إلى المباريات المملوكة للنادي الأهلي في بطولة الدوري العام بدءا من مباراة النادي مع فريق نادي سموحة بتاريخ 11/5/2019، يعني يوم السبت القادم زي النهاردة، وذلك لحين سداد الشركة لجميع مستحقات النادي المتأخرة عن الفترة الماضية للحقوق الممنوحة للشركة زي ما قلت لحضراتكم طبقا للعقد. هذه كانت أهم وأبرز قرارات مجلس الإدارة التي اتخذت في جلسته اليوم المنعقدة بمقر النادي بالجزيرة 14 برئاسة الكابتن محمود الخطيب. بشكر حضراتكم ودائما النادي الأهلي في المقدمة. إليك الميكروفون والفرصة كاملة. طيب دي كانت قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد اجتماعه اليوم في فرع النادي في الجزيرة. زي ما حضراتكم شايفين قرارات هامة جدا قالها الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي. طيب خلينا بقى نتكلم في المواضيع اللي عايزين نتكلم فيها مع حضراتكم النهاردة، وهم عندي كذا موضوع. أهم هذه المواضيع الحقيقة خلال برضو اليومين ثلاثة اللي فاتوا الراحة اللي أنا باخدها أو ببقى بعيد عن حضراتكم، فدايما بتابع ما يحدث وما يقال على لاعبة النادي الأهلي. أنا خلال الفترة اللي فاتت كلمت مع حضراتكم كتير جدا جدا، ويمكن أنا بحاول أن أنا أو دايما بكرر كلامي، لأنه من حوالي شهر شهر وشوية أنا قلت لحضراتكم منذ أن وضع النادي الأهلي قدما في صدارة الدوري العام المصري هناك أمور كتيرة جدا هتحصل. الناس مش قادرة تعمل أي مشاكل جوه الفريق، الناس مش قادرة تعمل أي مشاكل ما بين الجمهور والإدارة، الناس مش قادرة تعمل مشاكل ما بين اللاعبين والجمهور، فلازم يفضلوا يعملوا كده أو يفضلوا يسخنوا الأمور خلال الفترة اللي فاتت. ليه؟ لأن زي ما قلت لحضراتكم قبل كده لما النادي الأهلي بيضع قدما على الصدارة الحقيقة بتبقى الأمور صعبة جدا على الباقين. النادي الأهلي لما بيحط أو بيبقى في صدارة الدوري الأمور بتبقى مختلفة تماما، عشان كده الكل بيحاول زعزعة هذا الاستقرار اللي موجود. أنا مش هتكلم على قنوات بتتكلم ولا حاجات ناس الحقيقة بتتكلم أي كلام أي كلام، وأنا متأكد من الكلام اللي أنا بقوله لأن أنا الحقيقة بروح للمصدر على طول. لما حد بيتكلم على فلان او على علان او على ترتان بروح للمصدر على طول وبرفع السماعه. والكل يعلم ان احنا قريبين جدا من كذا كذا لعيب الحقيقه من النادي الاهلي، وكل لعيبه النادي الاهلي بنتكلم معاهم بيتكلموا معانا بمنتهى الاطمئنان وبمنتهى الراحه. خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا بعد المباراه الاخيره وفوز النادي الاهلي في الدقائق الاخيره على طلائع الجيش الحقيقه الناس نفسها ان احنا نتعادل، الناس نفسها ان الاهلي يتغلب، الناس نفسها الناس اللي ما بتشجعش الاهلي طبعا نفسها ان الاهلي يتغلب، نفسها ان الاهلي يتعادل، نفسها ان الاهلي يبعد بقى عن الصداره وعن الكلام ده كله. ولكن الحمد لله مباراه عن مباراه ومباراه بعد مباراه بتلاقوا النادي الاهلي دائما ما بيتمسك بكل شيء الحقيقه، او بيتمسك بالصداره لاخر ثانيه لاخر ثانيه. وكلام النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ قال كده، قال ان احنا عندنا روح الفانيلا الحمراء دي بالنسبة لنا هي الأهم في كل شيء، وهي سر انتصارات النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة. النادي الأهلي دايما بيلعب للثواني الأخيرة، بيلعب للدقيقة 90 وبيلعب لما بعد الدقيقة 90 كمان، زي النهاردة اللي كان قاعد بيتفرج على مباراة ليفربول ونيوكاسل. وطبعا ألف سلامة لنجمنا الكبير محمد صلاح، يعني الحمد لله الإصابة ليست خطيرة، هي زي ما حضراتكم شفتوا او للناس اللي ما شافتش هو اتخبط بس في دماغه، فاعتقد ان هو جاله ارتجاج بسيط جدا والحمد لله رجع بألف سلامه وما عندوش اي مشكله الحمد لله. الحمد لله احنا بنطمن دلوقتي من كل وسائل التواصل الاجتماعي وبنتكلم وبنتصل برضو او بنحاول نوصل لمصادرنا، ولكن محمد اساسا ما راحش المستشفى فكانت اصابته
ليست بالخطيرة، وإن شاء الله يعود مع فريقه من بكرة أو من بعد بكرة إن شاء الله في التمرين ويبقى سالم، لأن الحقيقة مصر كلها مش فارقة معاه ليفربول يكسب، مش فارقة معاه أي شيء، فارق معاه شيء واحد بس، محمد صلاح. يعني ربنا يقومه بالسلامة ويبقى ويرجع أفضل من الأول كمان. واللي اتفرج على مباراة ليفربول ونيوكاسل 2-2 لغاية الدقائق الأخيرة، ليفربول أحرز هدف في الدقائق الأخيرة. هي دي روح البطل، هي دي الروح اللي احنا دايما بنبقى عايزينها. النادي الأهلي بقى بيعمل كده على طول. واتكلمنا مع حضراتكم في المباراة السابقة ان المباراة السابقة النادي الأهلي أدى المباراة، كانت سهلة في الشوط الأول وبعد كده بقت أصعب شوية في الشوط الثاني، وبعد كده هدف التعادل، وبعد كده ضغط شديد جدا من النادي الأهلي لغاية لما علي معلول اهو زي ما حضراتكم شايفين أحرز هدف المباراة بعد إضاعته، أو هدف الفوز في هذه المباراة بعد إضاعته لضرب الجزاء أو ركلة جزاء كانت احتسبت على لاعب نادي تالا نضاي، اعتقد لاعب نادي طلائع الجيش لما تداخل مع كابتن احمد فتحي. هو ده النادي الاهلي، وهو ده اللي احنا دايما عارفينه عن النادي الاهلي. لكن اللي انا كل اللي انا بقوله ده بقوله ليه؟ زي ما قلت لكم اليومين ثلاثه اللي فاتوا الناس كلها ما عندهاش حاجه تقول لك ايه؟ اصل اجايه مش قادر، اصل وليد ازارو بيضيع، اصل علي معلول مش عارف ماله، عايز يمشي، اصل جيرالدو ده صفقه فاشله، اصل مش هو ده الكلام اللي بيتقال. وانا بقوله لحضراتكم بمنتهى الصراحه، اشمعنى الاجانب دلوقتي بتوع الاهلي بقوا هم المحط الانظار كلها، وهم احنا عارفين ان وليد ازارو ما بيجيبش اهداف، ولكن الكل اجمع في الاستوديو السابق مثلا ان وليد ازارو بيبذل مجهود كبير جدا جدا جدا. علي معلول انا مش هتكلم عن علي معلول، يكفي حب جمهور النادي الاهلي لهذا اللاعب وما يفعله داخل الملعب الحقيقه. علي معلول جونيور اجاييه محتاج الحقيقه ان هو في الفترة الأولى أول لما رجع من الإصابة كل الأهلاوية كانوا شايفين أن جونيور أجاييه واحد من أفضل اللاعبين اللي موجودين في الملعب خلال الفترات اللي فاتت. كل لعيب في الدنيا بتيجي عليه فترات بيبقى كويس، وفترات بيبقى في الوسط، وفترات بيبقى قليل، وبعدين يرجع تاني يبقى كويس. هي دي كرة القدم يا جماعة، هو ده الأساس بتاع كرة القدم. جيرالدو بيقدم مستويات رائعة، وهو اللي عمل الأسيست في المباراة السابقة لوليد أزارو، هدف المباراة الأول. لم يكن موفقا في المباراة السابقة أمام أو في المباراة اللي قبلها في بيراميدز، ولكن ده طبيعي جدا. ما هو ده اللي أنا بقوله لحضراتكم، إن كل لاعب بيجي بيبقى محتاج وقت شوية لغاية لما ينسجم مع الفريق. ما بال اللي شايف اللعيبة دول أو اللي شايف جيرالدو تحديدا بيعتقد إن جيرالدو ده بقاله سنتين ثلاثة في النادي الأهلي، ولكن ده مش صحيح يا جماعة. جيرالدو ده جاي في شهر يناير اللي فات، جيرالدو جاي في يناير اللي فات، ما بقالوش أربع خمس شهور مع الفريق، وبالتالي ما يقدمه من مستويات بيقدم مستويات جيدة. عنده أكتر من كده، عنده أفضل من كده بكتير، وهنشوف خلال الفترة اللي جاية أفضل من كده بكتير. أجاييه زي ما حضراتكم شايفين بيقدم ما هو مطلوب منه داخل الملعب. أزارو ابتدى يجيب أهداف مرة تانية، بيضيع أو كل حاجة، ولكن عمل أسيست أو اتنين أسيست، واحد لصالح جمعة وركلة الجزاء اللي احتسبت، وبالتالي لا بيؤدي دوره بشكل جيد جدا، وبيؤدي دوره بشكل رائع جدا. هذه الحملة الممنهجة عفوا، هذه الحملة الممنهجة على اللاعبين الأجانب في النادي الأهلي واضحة جدا، واضحة جدا جدا جدا. أنا دايما الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي يا جماعة ما فيهاش غير إن أنا بقول لحضراتكم كل الحقائق. الحقائق إن احنا لازم خلال هذه الفترة هنقف مع فريقنا وهنقف خلف فريقنا علشان ناخد الدوري العام المصري. هو ده اللي احنا بنفكر فيه، محدش بيفكر في حاجة تانية. هو ده اللي دايما بنتكلم فيه مع حضراتكم، هو ده اللي دايما بنقوله. الناس اللي عماله تخبط بقى زي ما بقول لكم دايما وزي ما بشرح لكم، الطريق ماشي او القطر ماشي، فالناس عماله تخبط فيه عشان تطلعه. ده مش هيحصل. احنا دايما هنبقى واقفين علشان نقول لحضراتكم هو ايه اللي بيحصل من امور واضحه جدا للجميع. علي معلول ده يعني حدث ولا حرج، يعني كلام كتير جدا جدا نقدر نتكلمه عن علي معلول، كلام جديد جدا جدا نقدر نتكلمه عن وليد ازارو، نفس الكلام عن جيرالدو وعن اجاييه. بعد نهايه الموسم بقى يا جماعه، ما هو ده النادي الاهلي، ودايما انا بقول لكم ان النادي الاهلي ده مؤسسه. ليه انا بقول هناك فارق حتى في العقليه في اي شيء الحقيقه ما بين النادي الاهلي وما بين اي نادي اخر؟ كل الانديه يعني فوق دماغي من فوق لا اقصد شيء، ولكن دايما النادي الاهلي، يعني شوفوا حضراتكم لما بتطلع قرارات من مجلس الاداره
بتلاقوها معموله ازاي؟ المتحدث الرسمي بيطلع يقولها لقناه النادي الاهلي، ومن خلال القناه بيتم نشرها على الجميع. اذا كانت قرارات، هناك قرارات مهمه، بيطلع الاستاذ شريف فؤاد وبيتكلم معانا ويقول لنا في واحد اثنين ثلاثه. مؤسسه، مجلس الاداره بياخد قراراته، المتحدث الرسمي بيطلع يتكلم. احنا عندنا هنا بقى في النادي الاهلي اللي بيحصل ايه؟ تقييم شامل بعد نهايه الموسم. احنا دخلنا كام بطوله، خدنا كام بطوله، خسرنا كام بطوله، وبالتالي يجب ان يتم تقييم الجميع بهذا الشكل. وعندنا نجوم كبار جدا جدا، او عندنا نجم كبير جدا جدا بيقيم فريق كره القدم بالتعاون مع اداره الكره بالكامل، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره والمشرف على كره القدم في النادي الاهلي. وبالتالي كل ده هو ده العمل المؤسسي، ان احنا هنفضل ورا الفريق، هنفضل واقفين ورا الفريق لغايه لما ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد الدوري العام. بعد نهايه الدوري العام يعاد بقى، او يبقى هناك تقييم شامل للجميع، للجميع، كل الناس بيتم تقييمها الحقيقه بشكل علمي وبشكل متوازن جدا جدا. فعشان كده انا بقول لحضراتكم الايام دي الحمله اشتغلت شويه على احمد فتحي مثلا. احمد فتحي اليومين ثلاثه اللي فاتوا برضه، والنهارده او امبارح انا شفت في احد البرامج ان بيتكلم على احمد فتحي، وبيقول لك ان احمد فتحي عامل مشاكل كبيره جدا، وعايز ياخد فلوس من النادي، وعايز يعمل كذا وكذا وكذا وكذا. الحقيقه انا ما همنيش الموضوع، لكن لما دخلت على التعليقات، وطبعا انا متاكد ان اللي بيعلق على اللي بيقول التعليقات دي مش اهلاويه، اللي بيعلق التعليقات دي مش اهلاويه، كلهم ما بيشجعوش النادي الاهلي. قال لك اصله يمشي مش عارف ايه، الكلام ده مش مظبوط يا جماعه. احمد فتحي واحد من اهم وافضل ومن اخلص اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي، وان شاء الله بكره هقول لكم بعد المباراه ان شاء الله هقول لكم كلام كتير جدا بخصوص هذا الموضوع، لانه مهم جدا جدا ان انا اتكلم على واحد من النجوم الكبيره في النادي الاهلي، الكابتن احمد فتحي. كابتن احمد فتحي موجود في النادي الاهلي، لم يطالب باي شيء، لانه هو واخد كل حقوقه، بيلعب بشكل متوازن ودايما موجود مع الفريق الاساسي او الاحتياطي قبل ما يلعب بشكل اساسي بعد رجوعه من الاصابه، وكان بيتمرن كويس وكذا وكذا وكذا. فخدوا بالكم الحمله بتبتدي واحده واحده، الحملات، سوري انا اسف، الحملات بتبتدي واحده واحده. الحملات دلوقتي كانت على الرباعي الاجنبي، ومعاهم دخلوا معاهم كده احمد فتحي في احد البرامج، لقيت حد بيقول لك اصل هو عايز فلوس وبيهدد النادي. لا احد يجرؤ على تهديد بالنادي، لا احد يجرؤ ان هو يهدد النادي الاهلي، فما بالكم باحمد فتحي. ده بيتزامن مع ايه؟ نفكر كده مع بعض واحده واحده. ده بيتزامن مع ايه؟ بيتزامن مع كل ما المباريات بتبقى اقل ومهمه، تلاقوا قبل الماتش بيوم او بيومين تلاقوا ايه؟ فرقعه كده حصلت، فرقعه حصلت في احمد فتحي في الاربعه المهاجمين. اللي بيعمل كده عايز حضراتكم جمهور، عايز جمهور النادي الاهلي يعمل ايه؟ يطلع يقول لك يفقد الثقه في لاعبيه الاجانب، وبالتالي يفقد الثقه في ادارته. اللاعبين ويقعد يهاجم الاداره، وبالتالي تبقى هناك امور اخرى، واللاعبين يبتدوا يبصوا على السوشيال ميديا، هم الناس بتهاجمنا ليه؟ انا بقول لحضراتكم التسلسل عشان تبقوا عارفين. يبتدي يلعب ماتش النجوم، ربنا يكرم ونكسب، تلاقي نفسك دخلت في متاهه تانية، ان انت هتلعب مباراه ضد سموحه. خدوا بالكم من المباراه بتاعت بكره لغايه مباراه سموحه في اسبوع. الاسبوع ده هيحصل فيه حاجات كتيره قوي، هيحصل كميه كلام كذب وكلام غلط هنرصدها لكم برضو، هنرصدها لكم. وانتوا فكروا، انا ما بقولش لحضراتكم اعملوا كذا او ما تعملوش كذا، كل واحد اهلاوي من حقه يعمل اللي هو عايزه. انا بقول لحضراتكم اللي هيحصل اهو قبلها باسبوع ان شاء الله. ربنا بكره بس ربنا يكرمنا في مباراه النجوم، ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. انت بقى دلوقتي الناس تقول لي ايه؟ هو انت بقى يا عم اسلام هتقعد تقول لنا مباراه النجوم دي مباراه سهله، هنعرف نكسب سهل جدا 2-3، زي برضو شفت احد النقاد كاتب كده او قايل كده، يعني تكسب 3 يعني. المباريات كلها صعبه يا جماعه، اديكوا شفتوا فريق طلائع الجيش، كل الناس قاعده تقول لي اصل ده ماتش سهل، وانت بتتكلم على انه لا مش ماتش سهل. لا يوجد مباريات سهله خلال الفتره القادمه. مباراه النجوم اللي تاكد بنسبه 90-95% انه هو هيهبط، وهو اخر فريق بالدوري بالنقط يعني، والنادي الاهلي هو الاول مناصفه مع بيراميدز واقل ماتشين، ولكن
ده الاول وده الاخير ولكن الماتش صعب. ده الاول وده الاخير ولكن المباراه صعبه جدا جدا، خصوصا لما بتلعب حد ما عندوش هدف. هدفه ايه؟ هدفه ان هو يوري نفسه، لعيبه النجوم يعني توري نفسها لكل المباريات في الدوري، كل الفرق اللي في الدوري ومعاهم جهاز فني محترم الحقيقه، النجم الكبير كابتن رمضان السيد والنجم الكبير الكابتن محمد فاروق مدير الكوره وكابتن رمضان السيد طبعا مدير فني، وبالتالي عايزين يعملوا حاجه، عايزين يقولوا لا ان احنا المفروض ما كناش ننزل، المفروض ان احنا او لسه قدامنا فرصه ان احنا بنكسب النادي الاهلي او نتعادل مع النادي الاهلي. فمحدش يقعد يقول اصل ده ماتش سهل، محدش يفضل يقول يا جماعه من فضلكم الكلام ده، بجد كلام مش مظبوط. النهارده اللي يتفرج على مباراه ليفربول ونيوكاسل هيعرف الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده ازاي. مفيش ماتش سهل، كل المباريات صعبه، السهل بس باجتهادك جوه الملعب ومجهودك جوه الملعب. مفيش حاجه اسمها ان انا الاهلي اقعد كده واحط رجل على رجل وانا كده كده هكسب، مفيش الكلام ده يا جماعه. الكلام ده كان زمان، حتى كان زمان ما كانش بيحصل. كنت بتنزل تموت نفسك من اول دقيقه لاخر دقيقه عشان تكسب واحد واثنين وثلاثه واربعه لو عايز تكسب. كره القدم تعرف كل المفاجآت زي ما حضراتكم عارفين، وكره القدم فيها ثلاث نتائج دايما بقولها لكم، الفوز والتعادل والهزيمه. فمحدش يستهتر بمباراه النجوم، مباراه صعبه جدا جدا جدا. ارجع تاني، الاشاعات دي هتفضل موجوده خلال الفتره اللي جايه، هنفضل مع حضراتكم وهنرصدها لكم. معلش استحملونا شويه اليومين دول لان احنا لازم نقول لحضراتكم الصح، لازم نقول لحضراتكم طبعا في حاجات لازم نقولها لحضراتكم، وفي حاجات زي ما انتم عارفين من خلال ملعب الاهلي الحمد لله بنطلع نقول لحضراتكم الحقائق كامله زي ما شفتوا خلال الشهور اللي فاتت بالكامل. فاللي انا بقوله لحضراتكم ان هذه الحمله حمله كبيره جدا على الاربع لاعبين الاجانب اللي موجودين في النادي الاهلي، وانا الحقيقه رصدتها امبارح مع كل فريق الاعداد على ايضا النجم الكبير احمد فتحي، بس احمد فتحي انا هاجله لبكره الحقيقه بعد المباراه، لاني في كلام كتير جدا عايز اقوله او عايز اتكلم فيه عن احمد فتحي تحديدا وعن الكلام اللي بيقال عن هذا النجم اللي بيحاول على قد ما يقدر يفضل جوه النادي الاهلي ويموت نفسه في الملعب، سواء موجود في الملعب او قاعد على دكه البدلاء. بالنسبه له الموضوع ان هو بيلعب باسم نادي كبير وبيلعب باسم نادي اعظم نادي في الكون زي ما الناس كلها او الاهلاويه كلها عارفين هذا الكلام. وبالتالي احمد فتحي واحد من اهم وافضل اللاعبين، كل ما يثار خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا ما هو الا كلام في الهوا، فرقعه زي ما قلت لكم، ومش فرقعه، هو القطر ماشي فعايزين يخبطوا في القطر علشان يوقعوه من على القضبان او يطلعوه بره شويه بس علشان ايه؟ يخسر لا قدر الله نقطه او نقطتين، هم عايزين كده. كل الناس عايزه او كل من لا يشجع النادي الاهلي عايز كده، من حقهم ان هم يعملوا اللي هم عايزينه ومن حقهم يقولوا اللي هم عايزينه، واحنا كمان هنطلع نرد او هنطلع نوضح الكلام الصح من الكلام الغلط. الحمد لله الاربع لاعبين الاجانب اللي عندنا مقتنعين بيهم تماما، كل اللي موجودين مقتنعين بيهم تماما، ولكن كل لعيب في العالم حتى ميسي حتى رونالدو حتى محمد صلاح اب اند داونز، يعني بيطلع وبينزل بيطلع وبينزل، هي دي كره القدم وهذه هي حياه كره القدم. طيب خلينا نطلع بقى من اللاعبين المحترفين، خلينا نطلع نشوف تقرير عن لاعبي النادي الاهلي المحترفين ونرجع نكمل مع حضراتكم. مباراة أهم جدا زي ما قلت لحضراتكم، مباراة النجوم واحدة من أهم المباريات اللي هيلعبها النادي الأهلي زي ما قلت لكم وزي اتفقنا مع حضراتكم منذ مباراة النادي المصري وحتى نهاية الدوري العام. كانوا ثمان مباريات، عدى منهم مباراة النادي المصري، عدى منهم مباراة الجيش الحمد لله ست نقاط. عندنا مباراة بكرة إن شاء الله، مباراة هامة جدا ومباراة صعبة جدا. أنا بقول لحضراتكم إن المباراة بكرة هتبقى مباراة صعبة، حتى لو كسبنا بعدد وافق لكن هي مباراة صعبة جدا، لأنه نادي النجوم الحقيقة عنده ما زال عنده أمل، وحتى لو 1 أو 2 أو 5% إن هو يظل في الدوري العام المصري، زي ما قلت لحضراتكم معاهم جهاز فني جديد بقيادة الكابتن رمضان السيد نجم نادي الأهلي السابق، وأيضا الكابتن محمد فاروق مدير الكرة في نادي النجوم ونجم النادي الأهلي السابق، وبالتالي هيدوهم دوافع جديدة وهيدوهم دوافع إن هم يلعبوا إزاي قدام النادي الأهلي. عشان كده أنا بقول لحضراتكم هي مباراة صعبة جدا جدا وليست بالمباراة السهلة. كل الناس بتقعد تقول لي يا عم إسلام أنت بتكبر المواضيع، لا هو الموضوع كده،
الموضوع ان المباراه صعبه وكبيره ومهمه. طيب خلينا برضو نشوف فريق النجوم وماذا يفعل مع جهازه الفني الجديد. زي ما قلت لحضراتكم جهاز جديد يضم الكابتن رمضان السيد مدير فني لنادي النجوم، وايضا النجم الكابتن محمد فاروق مدير الكره. كابتن محمد ازي حضرتك؟ كابتن اسلام تحياتي ليك، سعيد بوجودي معاك في قناه الاهلي. طبعا قناتنا طبعا طبعا ده بيتك معبره لكل اهلاوي. طبعا طبعا كابتن اسلام، وسعيد فيك انت كمان شخصيا، واجهه شريفه جدا. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا محمد. محمد مباراه صعبه، مباراه مهمه، برضو عايز اسالك حاجه شخصيه وحاجه تخص المباراه. حاجه شخصيه، يعني لماذا قبلت ان تكون مديرا للكره في نادي النجوم؟ هل هي تجربه بالنسبه لك؟ هل انت عندك طموح تعمل ايه خلال الفتره اللي جايه؟ طيب يعني خليني اقول لك كابتن اسلام، سعيد جدا طبعا بتواجدي في الجهاز الفني، ويكون كابتن رمضان السيد واحد من يعني افضل المدربين المصريين في الوقت الحالي، ويعني واحد من الشخصيات المحترمه جدا طبعا، واللي تخليك تبقى سعيد وانت بتشتغل معاها. خليني اقول لك كمان يعني استاذ محمد الطويله كرئيس لنادي النجوم وطموحه في الفتره اللي جايه كمان، خصوصا كمان ان بشكل كبير الموقف صعب جدا ويمكن مستحيل بشكل كبير يا كابتن اسلام، يعني بحكم ان في ماتش بكره امام فريق كبير زي الاهلي، وبعد كده في ماتشين او ثلاث ماتشات صعبين برضه امام انبي والمقاصه وبيراميدز، فالامور صعبه في الفتره اللي جايه. لكن الهدف من تواجدي انا وكابتن رمضان بالاخص هو يمكن ان احنا نعمل شكل يحترم بالنسبه للفريق، اعتقد ان هو موجود من ضمن الفرق المحترمه. وانا عايز اقول لك كابتن اسلام، يمكن فريق نجوم يمكن مر بظروف صعبه جدا، ولكن تيجي تبص على مبارياته امام الفرق الكبيره تلاقيها دايما فيها النتيجه. يعني لما تيجي نتكلم على الدور الاول يفوز على نادي الزمالك، امام الاسماعيلي هزيمه بصعوبه، امام فريق النادي المصري برضه بصعوبه، امام النادي الاهلي في الدور الاول كانت الامور برضه صعبه، مش بالسهوله اللي ممكن الناس تتخيلها. فبالتالي احنا وجودنا هو ان احنا نفنش الموسم بشكل يحترم لنادي اعتقد ان هو بيحاول يؤدي ما عليه في الدوري الممتاز. لعيبه كمان مهم جدا لازم نوصل الجزئيه دي، يهمها ان الناس كلها تحترمها لان هم لعيبه على مستوى عالي جدا. فبالتالي ده اللي احنا بنحاول نعمله. اما الموسم الجاي ده بقى فقصه ثانيه، يعني ان شاء الله احنا بنحاول نشتغل عليه من يمكن من بعد ماتش الاهلي ان شاء الله، في امور كتير جدا مع الاتفاق مع محمد طويل رئيس النادي. طيب كابتن محمد، هي مباراه مهمه جدا زي ما حضرتك عارف، كل جمهور النادي الاهلي ينتظر هذه المباراه، كيف تم التحضير من نادي النجوم لهذه المباراه؟ طيب خليني اقول لك ان هي ماتش طبعا امام فريق كبير زي النادي الاهلي، والطموح والدوافع اللي موجوده عند النادي الاهلي يمكن تكون هي الاكبر بالنسبه للمباراه. طبعا النادي الاهلي يهمه الحصول على الثلاث نقاط، يستمر في الصداره، وده يعني ده اكتر حاجه ممكن بتبقى بتقرقنا احنا كفريق نجوم. لكن احنا عندنا برضو الناحيه الثانيه، هنقول ان احنا ما عندناش ضغوط كبيره كابتن اسلام، او الفكره انت عارف طبعا كلاعب كوره لما بتبقى بتلعب وانت وانا سامعك في الانترو بتتكلم، انت مش محتاج حاجه من المباراه اكتر بالزبط. من انت بتلعب بشكل مريح، مرفوع عنك الضغوط، عايز تبين نفسك ان انت فريق كويس ولاعيبه كويسه وتعبر عن نفسك، ويمكن تحصل حتى لو نقول معجزه يعني الله اعلم. كابتن اسلام انت كفريق وكنادي بتحترم نفسك وبتحترم وجودك كلعيبه وكمدير فني وكمدير كوره وكرئيس نادي، كل المنظومه كلها بتحترم نفسها في مباراه زي كده، ان انت بتلعب الكره بضمير وبشكل كبير، بغض النظر طبعا عن ان مباراه الاهلي زيها زي اي مباراه ثانيه موجوده في الدوري الممتاز، هتلعب بنفس الشكل وبنفس الطريقه في سبيل ان انت تحرز ثلاث نقاط. يعني عشان بس الناس تبقى متفهمه ان احنا بنلعب بشكل كره قدم، محترفين بيحاولوا يقدموا اقصى حاجه محترمه ليهم في الكوره، فبالتالي ده اللي احنا بنفكر فيه باستمرار. يمكن كابتن رمضان السيد يهمه جدا ان احنا نشتغل بشكل يكون فيه احترافيه في المباراه، وتاثير لفريق النادي الاهلي وامكانياته الكبيره من خلال لاعبين مميزين جدا. يعني ما شاء الله لما تيجي نتكلم على النادي الاهلي من اول خط الظهر او حراسه المرمى لغايه الفروت، عندهم مجموعه مميزه جدا، بالاضافه لعوده واحد زي وليد سليمان طبعا لفريق النادي الاهلي، اكيد
انت بتعمل حساب لكل لاعب وكل فرد داخل فريق النادي الاهلي يا كابتن فلان. يعني تمام، يعني شايف ان هي مباراه صعبه، نادي النجوم هيحاول ان هو بيؤدي هذه المباراه ويكسب هذه المباراه. ما فيش شك يا كابتن اسلام، احنا زي ما بقول لك انت بتحاول تتعامل مع فريق كبير، بتحاول تعمل مباراه بالنسبه لك انت تكون الكل يحترمك فيها بغض النظر عن النتيجه، لكن في الاول في الاخر هم 3 نقاط بيتقاسموا ما بين فرقتين، والافضل والاجهز هو اكيد هو اللي عندك. عناصر غايبه يا كابتن محمد؟ والله بص يا كابتن اسلام، يمكن ماتش الاتحاد احنا كان عندنا عناصر كتيره كانتش موجوده، يعني عناصر كتير، لكن المره دي يمكن كان غايب مثلا خالد رضا موجود دلوقتي، كان عندنا صلاح امين ما كانش موجود النهارده موجود دلوقتي، يمكن عمرو السيسي بس هو اللي كان عنده وقف وبالتالي مش موجود، هو يمكن عمرو السيسي، ويمكن في تجربه انا ممكن اقول لك محمد طويله، يمكن بعد ماتش الاتحاد قررنا كلنا ان احنا نعتمد على مجموعه كبيره من اللاعبين صغار السن داخل النادي. نعم. وده يمكن المنهج اللي جاي في الفتره اللي جايه من خلال المباراه المتبقيه لفريق نجوم المستقبل. يعني نتمنى لكم يا رب كل التوفيق، يعني جهاز فني محترم ومدير كره محترم، نتمنى لكم يا رب كل التوفيق يا كابتن محمد. ربنا يخليك يا كابتن اسلام، التوفيق لكل الفرق اللي بتجتهد عشان تحقق حاجه لناديها، يعني اكيد طبعا النادي الاهلي يهمه الحصول على بطوله الدوري. شكرا جزيلا يا كابتن محمد. الكابتن محمد فاروق نجم نادي الاهلي السابق ومدير الكره الحالي لفريق النجوم. زي ما قلت لحضراتكم، كل الناس ما بتفكرش، او كل اي مدير فني في العالم ما بيفكرش ان هو حتى لو عارف ان هو بنسبه كبيره هيتغلب في هذه المباراه، ولكن ما بيفكرش غير ان هو يكسب او ان هو ازاي يطلع بافضل نتيجه وبافضل شكل. فعشان كده انا بقول لحضراتكم هي مباراه صعبه جدا جدا جدا، وثلاث نقاط ان شاء الله ان شاء الله تبقى في حوزه النادي الاهلي، ولكن هي لغايه لما النادي الاهلي ياخد ال3 نقاط دول المباراه صعبه جدا. النهارده زي ما قلت او زي ما حضراتكم عارفين بيبقى معايا 3 من النجوم الكبار، الكابتن عادل طعيمه، الكابتن ماهر همام، الكابتن عادل عبد الرحمن. هتكلم معاهم في هذا الموضوع، هل هي مباراه سهله زي ما الناس بتتكلم وزي ما الناس شايفه وزي ما الناس بتقول، ولا حضراتكم شايفين ايه؟ هنسال طبعا نجومنا الكبار. ولكن عايز اقول برضو لحضراتكم ان مارتن لاسارتي اعلن قائمه النادي الاهلي لمواجهه نادي النجوم. شريف اكرامي والشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني واحمد فتحي وياسر ابراهيم، لان بالمناسبه كان في كلام ان ياسر ابراهيم واخد 3 انذارات، لا ياسر ابراهيم واخد انذارين فقط وهو موجود او هو متواجد في قائمه النادي الاهلي، ورامي ربيعه وايمن اشرف وعلي معلول وحمدي فتحي وهشام محمد ووليد سليمان وصالح جمعه وعمرو السوليه ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو. الحمد لله جيرالدو زي ما قلت لحضراتكم في المباراه السابقه كان عنده ارتجاج او بس فقدان ذاكره مؤقت جراء الخبطه اللي اتخبطها من حارس مرمى نادي طلائع الجيش، ولكن الحمد لله رجع بالسلامه وموجود في القائمه. وجونيور اجاي ووليد ازارو وصلاح محسن، دي قائمه النادي الاهلي. مروان محسن طبعا عنده يعني حس بشويه رشح في ركبته وبالتالي ده تم استبعاده من قائمه الفريق، ولكن هيشارك مع الفريق في تدريبات الكره مساء اليوم السبت ان شاء الله يوم المباراه على ملعب التتش، انه عنده بعض بس في ميه كده، ولعيبه الكره عارفه هذا الموضوع، لما بتيجي ميه في ركبتك تبقى محتاج ان انت تريح يوم او يومين مع بعض، الثباتات والكلام ده كله بتبقى بعد كده زي الفل، يومين 3 ويبقى مروان محسن زي الفل. النهارده في مران النادي الاهلي كان في فقره للتصويب على المرمى، لانه كان من الواضح ان خلال الفترات اللي فاتت والفترات اللي جايه كل المباريات هتبقى مقفوله، انت بتلعب فرق زي فريق النجوم مثلا، واحد من الفرق الصعبه جدا هتلاقيه متكتل امام مرماه وبيلعب على الهجمات المرتده، كل الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي بتلعب بهذا الشكل، وبالتالي انت محتاج ان انت تخلص مباراه زي ما علي معلول عمل في المباراه السابقه وشاط شوطه كده لولا بيه الحقيقه قدر يحرز بيها هدف المباراه الثاني. زي مباراه الاتحاد لو حضراتكم فاكرين برضو كان الهدف اللي احرزه علي معلول كان من يعني على منطقه الجزاء تقريبا، وبالتالي الحمد لله الامور كويسه، الدنيا ماشيه بشكل كويس، الفريق ماشي بشكل الحمد لله مستقر جدا سواء في ادارته الفنيه او في اللاعبين. زي ما قلت لحضراتكم وده دايما اللي انا بحذر منه ودايما بتكلم فيه، من فضل حضراتكم لما تلاقوا اشاعه من الاشاعات اللي بتطلق خلال هذه الفتره من كل اللي بيكره النادي الاهلي او بلاش بيكره، لكل اللي ما بيشجعش النادي الاهلي،
انتوا اللي لازم تقفوا قدامها، انتوا اللي لازم تبقوا شايفين وتردوا على الناس دي على السوشيال ميديا وعلى على اي حاجه. اي حد يجي يقول لك اصل ده هيبتدوا يعملوا احباط لحضراتكم من خلال عشان تفقدوا ثقتكم في فريقكم خلال الفتره اللي جايه، لانه النادي الاهلي زي ما انا قلت لكم ماشي على القضبان، ماشي على القضبان زي الحمد لله والشكر لله لغايه دلوقتي الدنيا ماشيه زي الفل. فهم ما عندهمش، ما حدش عنده سلاح تاني غير ان هو يقعد يخبط في الفريق باخبار مغلوطه 100% واخبار كلها غلط، كلها غلط. عايز زي ما قلت لكم كده يزعزع الثقه اللي ما بين الجمهور وما بين اللاعبين، ولكن ده مش هيحصل. زي ما قلت لكم هنرصد وهنوضح لحضراتكم ما يحدث، وعلى الاربعه الاجانب واحمد فتحي كمان، احمد فتحي برضو اليومين ثلاثه اللي فاتوا. لكن زي ما قلت لكم خلينا بس نعدي مباراه بكره ان شاء الله ويبقى لكل مقال حديث. طيب عندنا هنطلع فاصل، بعد هذا الفاصل هنرجع نستقبل ضيوفنا الكبار الكابتن عادل طعيمه، كابتن ماهر همام، كابتن عادل عبد الرحمن. هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي والمباريات السابقة وكيفية أو طريقة لعب النادي الأهلي في مباراة غدا إن شاء الله في هذه المباراة الهامة جدا والصعبة جدا. بعد الفاصل كباتن مصر، كابتن عادل، كابتن عادل طعيمة، كابتن ماهر همام، كابتن عادل عبد الرحمن. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في الجزء الثاني من هذه الحلقه. نجم الكبير كابتن عادل طعيمه، ازيك كابتن؟ اخبار حضرتك كابتن اسلام؟ اهلا بسيك. كله تمام الحمد لله؟ تمام الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر همام. كابتن اسلام اهلا بيك حبيبي. حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. النجم الكبير كابتن عادل. اهلا كابتن اسلام، اهلا بيك. ازيك كابتن؟ الله يكرمك. الحمد لله. خليك. طيب كابتن عادل طعيمه، عايز ابدا بحضرتك. مباراه مهمه جدا بكره، نتكلم بشكل عام يعني. البعض يعتقد ان مباراه بكره هي مباراه سهله، وان النادي الاهلي وهو قاعد في الاوتيل هياخد ثلاث نقاط. كلام يعني طبعا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لازم في البدايه نشيد باداء الاهلي في ماتش المصري. يعني برضو يعني كنت متابع بعض الاستوديوهات، النادي الاهلي في الماتش ده الحقيقه من بدايه الهجمه بتبدا من بدايه الحارس المرمى بيبدا من خط الظهر الوسط الملعب والجيش. المصري والجيش، المصري يمكن الجيش كان فيه ليا ملاحظه عليه، لكن المصري كان اداء الفريق رائع، عجبني جدا. علشان تحكم على المباراه بتشوف من بدايتها هل حارس المرمى بيبدا هجمته منظمه، هل في جمله بتتعمل، هل في خطوره بتوصل للمرمى، ما بتوصلهاش عشوائي، بتوصلها عن طريق تحركات من اللاعبين، استلام وتسلم، اللعب تحت ضغط، كل الحاجات اللي هي مقومات لاعب الكره والفريق كمجموعه. وعلى الرغم ان انت كنت جاي من مباراه كان فيها هزيمه من بيراميدز، انت لعبت المصري اللي هو كسبان الزمالك وكان يعني مضيع اجوال كتير جدا في ماتش الزمالك، وفريق قوي جدا، ومع ذلك انت من البدايه بتبدا من الشناوي للهجمه بتاعتك منظمه، فرص كثيره جدا ضاعت، تكسب 2-0. الماتش اللي فات برضو ماتش طلائع انت بتادي اداء قوي جدا، يمكن كان هناك بالنسبه لحراسه المرمى كان في طلعتين كده ما كانوش يعني توقيتهم ما كانش مظبوط، لكن انت ليك ضربه جزاء. بعيب على الفريق في المباراه ديت انه في فترات كنت انت بتلعب لهم الكوره لما بتوصل للثلث الاخراني بتلعب الكرات الاوفرات، في الوقت ده انت مش مطلوب تعمل الاوفر ده لان هم اصلا متكتلين جوه ال 18. كان في الوقت ده وده اللي عمله الجهاز الفني لما استعان بوليد المهاره بقى بدات هنا، ان انا ما بعملش الاوفر، لا انا بتحرك. وحتى الجول اللي جه من تمريره من وليد لعلي معلول، جاب الجول في اواخر المباراه، ليك ضربه جزاء ما اتحسبتش بتاعت وليد بتاعت رمضان صبحي. كان هناك عنف من البدايه، كانت تعليمات المدير الفني
لفريق طلائع الجيش، واحنا شفناه مدى العصبيه اللي كان عليها، يعني بيطلع وبيشوط الكرسي وبيعترض على الحكم بطريقه، النرفزه اللي هو كان فيها دي كانت منعكسه على اللاعبين، كان عنف غير مبرر، مع ان كره القدم ما اتعملتش عشان العنف ده، ومع ذلك الولاد بتوعنا كانوا ادائهم رائع جدا. كل ده انا بعيب عليه ان في فترات بنوصل للاطراف ونروح عاملينها عاليه، العاليه دي بتاع خلاص حارس المرمى بيطلع ياخدها، انما انا بستغل المهارات اللي عندي، رمضان ازارو عمرو السوليه فتحي جيرالدو، حتى الجول اللي جه لما جيرالدو اتعور وراحت لازارو كانت تمريره من العمق، الجول اللي بتاعك جه من التسديده من بره 18، يعني انت عملت كل حاجه في الكوره على الرغم من العنف اللي كان موجود. مباراه بكره طيب خلينا بقى، بما ان حضرتك اصلا ده كان سؤالي الثاني، لكن بما ان حضرتك اتكلمت عن المباراتين كابتن ماهر، عايز برضو اعرف من حضرتك رايك في اداء النادي الفني، اداء النادي الاهلي في المباراتين السابقتين فنيا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا اسلام، طبعا واضح ان النادي الاهلي ماشي بخطوات بتقربه من البطوله بشكل كبير قوي. نعم. النادي الاهلي ماشي بسيستم يمكن لسرت خلال الفتره اللي فاتت ديت، بيحاول نحط ايده على التشكيله فيها معظمها من الثبات، يمكن من حراسه المرمى لحتى خط الظهر حتى وسط الملعب حتى الجانب الهجومي اللي بيمثل لنا قوه ضاربه في خط هجوم النادي الاهلي. يمكن زي ما الكابتن عادل قال، من بدايه مباراه المصري واضح قوي ان احنا حاطين ايدينا على محتويات المباراه، يمكن من بدايه المباراه واضح ان دوافع لعيبه النادي الاهلي واصرارهم انهم يكسبوا الثلاث نقاط، لان هم عارفين ان الثلاث نقاط ديت بتمثلهم شيء كبير جدا، بتحطهم على قمه الجدول، والناس كلها والاهلاويه وجمهور الاهلي عارف لما الاهلي بيركب الجدول صعب جدا انه ينزل. مباراه الاهلي والمصري كان واضح ان في سيطره بشكل كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، والسيطره ديت اثمرت عن فرص كثيره جدا يا اسلام، واحنا يمكن كل مره بنتكلم على ان كل مباراه الشوط الاول يمكن بيبقى فيه 7-8 فرص وبتبقى ضايعه من لعيبه النادي الاهلي، الشوط الثاني بيبقى فيه حوالي 5-6 فرص وبتضيع من لعيبه النادي الاهلي، وقلنا محتاجين الحاجات الخاصه اذا كان في توقف بالنسبه للاسبوع اللي هو قبل كل مباراه، لكن يعني المبرر للاجهزه الفنيه ان كل 3 ايام انت صعب جدا انك انت تقدر تصلح هذه الاخطاء اللي انت بتقع فيها. لكن عايز اقول لك ان من مباراه طلائع الجيش واضح قوي ان النادي الاهلي عنده استمراريه في المكسب، استمراريه في الاداء. شفنا مباراه الاهلي من بدايه الشوط الاولاني 9 فرص اكيده اثمرت على في الدقيقه 45 على الهدف الاولاني اللي اتعمل، الهجمه اللي اتعملت من عمق اللي الكابتن عادل كان بيتكلم ان عندنا تنوع بشكل جيد بالنسبه لهجمات النادي الاهلي، لكن ديت كانت هجمه يمكن صالح جمعه كان واضح ان بدايته من بدايه المباراه ان هو قادر يربط بين نص الملعب وبين المهاجمين، عمل ثرو باص من العمق بشكل جيد، راح لها يمكن ازارو وراح لها جيرالدو، وقدر جيرالدو ان هو يلعبها بدماغه ويصلحها لازارو عشان يسكن هدف جميل للنادي الاهلي. الشوط الثاني يا اسلام عندنا 6 فرص وست فرص اكيده، منهم ضربه جزاء لعلي معلول بتضيع، لكن ده بياكد لك النادي الاهلي بيروح للجول. بعد ضياع ضربه الجزاء لعلي معلول الناس كلها تخيلت ان ممكن الجيم يروح للتعادل وان النادي الاهلي يمكن ما يقدرش يكسب المباراه، لكن طبعا التغييرات اللي عملها مستر لاسارتي بشكل جيد اثمرت، ويمكن معظمها كانت تغييرات هجوميه، وكان مطلوب من لاسارتي ان هو يغير التغييرات الثلاثه هجوميه، لان كانت النتيجه 1-1، واحنا في عرف الكوره عارفين انك انت لما تحتاج نتيجه المباراه للمكسب يبقى تغييراتك كلها تبقى معظمها هجوميه. قدر لاسارتي ان هو يغير الشكل والاداء من خلال التغييرات اللي عملها في الشوط الثاني، اثمرت طبعا على الهدف الجميل اللي عمله معلول تصويبه من خارج ال 18 بصناعه بقى النجم اللي احنا يعني متشوقين ليه وبقالنا فتره عايزين نتفرج عليه، يمكن وليد سليمان اللي بيمثل يعني ادي هجمه من ضمن الهجمات اللي دي ضربه الجزاء كده في الشوط الاولاني، طبعا واضح قوي ان في سيطره، وبعدين بيفوت رمضان صبحي لكن عرقله طبعا مدافع من الداخل كمان
لكن طبعا يمكن عاشور كان بعيد عن الهجمه ما شافهاش بشكل جيد. لكن طبعا سمير بيجيب لنا ملخص لضياع الفرص اللي في النادي الاهلي من بدايه المباراه اللي انا ذكرت لك. حضرتك شايف ان يعني المباراتين النادي الاهلي ادى فيهم بشكل جيد؟ بصراحه يعني انا شايف ان شكل جيد، وده كمان بيدينا ثقه للمباراه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عادل، كابتن عادل عبد الرحمن، عايز اعرف برضو رايك في المباراتين السابقتين. 6 نقاط استطاع النادي الاهلي، يعني ناس تقول لك يعني المباراه السابقه تاخير الفوز والكلام ده كله، راي حضرتك ايه؟ اولا يعني الكباتن غطوا المباراتين بصوره جيده جدا، لكن انا هتكلم على حاجه بسيطه قوي علشان صالح جمعه. دور على صالح جمعه في المباراتين الاخيرين. نعم، صالح جمعه غير اداء النادي الاهلي، دي حقيقه. اتنين نص ملعب دايما، الاهلي بيلعب 4-2-3-1. صالح جمعة بدا يخلي النادي الاهلي يبدا من تحت كويس زي ما الكابتن عادل قال، لانه بقوا يثقوا اللعيبه في واحد زي صالح لما يجي يستلم منهم. دي رقم واحد. رقم اتنين، اي كوره في رجل صالح جمعة خطوره علي معلول من الناحيه دي، وفي احمد فتح من الناحيه الثانيه، وفي كمان وليد ازارو بالسرعات. صالح جمعة يمكن من اول ماتش بيراميدز وهو عم يعني اول كره، اول بصه ليه بيرفع عينه وبيحطها الاماميه. الحاجه الثانيه، تنظيم اللعب في وسط الملعب افضل من المباراه السابقه. يمكن انا عايز اقول عن الحاجات اللي الكباتن يعني بعد ما خلصوا يعني هي دي ابرز حاجتين في النادي الاهلي في الوقت ده. تنظيم الكوره في وسط الملعب افضل. البدايه الجيده، بدا النادي الاهلي يبقى فيه بدايه جيده علشان فيه تحرك في وسط الملعب جيد. في حد بيثقوا فيه بيلعبوا له الكوره، ده رقم واحد. في واحد بيحط الكوره تحت رجله زي صالح، بيقدر دلوقتي يطلع الناس امتى وبيلعب الناس امتى، ودي حاجه مهمه جدا. مفيش شك انه النادي الاهلي كان بيهاجم من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال على طول قبل صالح، ولكن الهجوم اللي هو كان من العمق لوليد ازار وتحرك وليد ازار خلى وليد ازار خطير. هو وليد ازار في الوقت الحالي بيضيع اجوان، بيضيع اجوان، احنا معترفين بكده، ولكن بيوصل كتير، وصوله الكتير ده من صالح. فعلشان كده انا عايز اقول لك انه افضل مباراتين للنادي الاهلي تكتيكيا المباراتين اللي فاتوا، اللي هي بتاع المصري والجيش. ليه؟ وجود تنظيم لعب زي صالح. الحاجه المهمه اللي عجبتني الرجوع والمكسب، اللي هو ايه، الناس كلها افتكرت ان 1-1 خلاص. بيقول لك تاخير، يعني في ناس برضو، خلينا ناخد السلبيات، يعني في ناس بتقول ان تاخير المكسب ده يعني برضو في مباراه كانت شكلها في الشوط الاول سهل. خلي بالك المباريات الفتره الاخيره اخر تلت في الدوري دايما بيبقى صعب قوي. نعم، يعني المباريات كلها بتبقى فيها صعوبه، فيها قوه، فيها التحامات، فيها هدف، وفيها يعني الجيش عاوز كان يهرب من الجيش كان عايز يهرب من الهبوط لانه ممكن يهدد لما يخسر. كل فرقه عايزه تهرب، فمش هتلاقي مباراه سهله. ولكن القوه ان النادي الاهلي اول ما تعادل الناس، يعني الناس ممكن تكون هي بره مستعجله الفوز وعايزه تكسب على طول، ولكن قدرات لعيبه النادي الاهلي الشوط الثاني انه قدروا علي معلول حتى بعد لما ضيع البنالتي، ودي حاجه كويسه قوي انه كان اصراره انه يجيب الهدف، ودي حاجه كويسه يعني. ده بالنسبه للمباراتين اللي فاتت. طيب، في نقطه بس قبل ما نخش في السؤال بعد اذن حضرتك، ولا استوديو ولا حد اتكلم على جيرالدو لما الجول دخل. يمكن انتوا يعني يمكن كابتن سمير معاك كابتن اسلام اتكلمتوا عليها اعتقد، الجول لما طلع الفاول يعني الجول الاولاني الخبطه فينا الخبطه ثانيه سمير الخبطة. طيب بس ما فيهاش كارت احمر ازاي دي؟ انا هو قال ان فيها كارت احمر كابتن سمير عثمان. ما انا بقول لك سمير قال لك سمير قال لك انه فيها كارت احمر المفروض الحكم ما شافهاش، ما خدش انذار حتى ما خدش انذار حتى يعني في بنالتي. وبعدين حتى البنالتي اللي اتحسب لنا اللي بيتقال ان الحكم الخامس هو اللي ادهن، لان احنا الكاميرا لما تيجي على الحكم ما كانش هيصفر. فيعني لما العنف ده، احنا اي كوره مشتركه اللاعب برضو راس ماله كوره، فلما يلاقي واحد بيخش بالاندفاع وبالقسوه دي وما فيش حمايه من الراجل القاضي اللي هو بيصفر عشان يحمي اللاعبين، هو اعتبر ان انا داخل الجول. هو ده السؤال كابتن، ده يا كابتن كابتن ده قانون ولا ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف قانون دخل الجول قانونا. كابتن سمير عثمان قال
تحس بجول ويرجع يدي كارت احمر للحارس المرمى. مش ده القانون يا كابتن؟ ده القانون. بس احنا عندنا في مصر لما تدخل جون يقول لك بس خد بالك النهارده حاجه مشابهه ليها في مباراه ليفربول ونيوكاسل. في مباراه ليفربول ونيوكاسل الهدف بتاع نيوكاسل كره اتلعبت بالعرض حطها واحد حطها الاول الباك رايت بتاع ليفربول اندرسون شالها بايده فرجعت لواحد تاني حطها جول فتحسب الجون وما اداش للاعب انذار للاعب ولا انذار ولا المفروض احمر لانه لا بص انا لما سالت الكابتن سمير في الحاجات دي لا دي واضحه لا ما انا عارف يمكن الكابتن سمير لو هو قال كده يبقى كلام جميل طبعا لكن انا في زي العقوبه مثلا العقوبه لما بتبقى في واحده اقوى طب هاتوا لنا الكابتن سمير يا جماعه لو سمحتوا يا ريت نسمعه الكابتن سمير مهم في الموضوع ده لانه كان المفترض انه بعد الجون ده كابتن عادل كابتن ماهر كان الماتش خلص يعني لما يدخل جون وبعدين يدي كارت احمر بالظبط فطب ليه يعني بس هو عاشور دايما بيحب يطلع المباريات لبر الامان يعني ده مش بر امان يا كابتن انا عارف يعني هو ده مش بر امان ده القانون ده مش امان ان انت تاخد حقي اللي القانون مديهولي علشان في جهاز بره بيضغط عليك الجهاز اللي بره عاملين لك عمليه رعب وبعدين احنا في بنالتي اللي اتحسب على ايمن اشرف هل في حد من النادي الاهلي راح يعترض لا محدش اعترض على الرغم ان هي مش ضربه جزاء لما تعادت يعني الراجل حاطط رجليه ايمن اشرف حاطط رجليه هنقول انها ضربه جزاء انا شايف انها مش ضربه جزاء لا هي ضربه جزاء هي ضربه جزاء في حد تهور في حد اعترض لا محدش اعترض خالص شوف انت بقى ضربه الجزاء اللي اتحسبت اللي هي مالهاش يعني ما فيهاش اي شك الدنيا كلها والجهاز والراجل طلع وقعد يشوط في الكراسي وضغط عصبي على الحكم غير طبيعي فالحكم هنا بيبان مقدرته على ازاي ان انا قوي الشخصيه انا بدي نازل علشان ادي لكل فريق حقه لان ربنا هيحاسبني لان انا وانا بادي انا قاضي في الملعب بحمل لعيبه وبنفذ قانون انا ما عنديش عاطفه العاطفه دي انا خليها بره انما انا المفروض ان انا بدي حق الناس وفي نفس الوقت هي دخلت جول والراجل عمل افرض الراجل ده لا قدر الله اصابته كانت اصابه جسيمه عاشور فاكر شوماخر كان مع لاعب فرنسا بوسيس او كان مش فاكر مين توفى بعديها بشهر انا يعني عايز اقول لك برده كابتن عادل ان عاشور من خلال الجيم طيب خلينا طرد الكابتن سمير عثمان برده نساله السؤال القانوني هو جاوب عليه بس عنده طرده نساله مره ثانيه كابتن سمير ازي حضرتك كابتن سمير عثمان طبعا خبيرنا التحليلي كابتن سمير ازي حضرتك الحمد لله ازي كابتن اسلام وكل سنه وحضرتك طيب نبدا الشهر رمضان الكريم حضرتك والكباتن الجمال مع حضرتك طيب يا كابتن سمير كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن سمير كابتن سمير يعني برضه هو الموضوع احنا اتكلمنا فيه في المباراه السابقه ولكن تاكيدا يعني هل كابتن عادل عبد الرحمن كان بيسال حضرتك قانونا وكابتن عادل طعيمه بيقولوا قانونا في المباراة السابقة أمام نادي طلائع الجيش لما الهدف اللي تم إحرازه من وليد أزارو هل كان يجب إيه القانون المفروض بيقول إيه في هذه اللعبة اللي هو الهدف اللي حارس طلع خبط فيها جيرالدو تمام القانون هنا هي منهاش دي في نقطة إفساد هجمة واعدة أو إحراز هدف محقق لا أنا بتكلم في حاجة ثانية اللي هي ما جاتش فيها تعديلات دي من زمان جدا اللي هي استخدام قوة زايدة مفرطة نعم يعني هنا الكارت الاحمر بسبب استخدام قوه زايده، احنا عندنا فيه اهمال وتهور واستخدام قوه زايده، اهمال ما فيهوش كارت. التهور ده فيه كارت اصفر انذار، انما من حارس مرمى فريق طلائع الجيش لا ده طبعا استخدام قوه زايده والدليل على كده اما هو طالع من مرماه ما كانش هدفه الكوره خالص عشان هو داخل على جيراردو اللعيب بتاع النادي الاهلي واداله اصابه بالغه طبعا كانت في راسه واثرها كده على حركه ده قوه زايده كارت احمر يعني بعد ما الهدف يحتسب يعني المفروض يكمل اللعبه ولا يوقفها؟ لا 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 يكمل اللعبه يكمل جون يعني يحسب جون هو بعد كده يديله الكارت الاحمر يحسب جون ويديها كارت احمر بالظبط كده يا كابتن ده قانون ليه والهدف والغرض منها ايه؟ استخدام قوه زايده تمام احنا بس كده حبينا نعرف يعني برضو من انا كان رايي مع كابتن سمير يعني انا كان رايي لازم كارت احمر فيها يعني انا كنت انا يعني برضو القانون يعني عندي فكره عنه يعني فده ما فيها كارت احمر ما فيهاش نقاش يعني اتمنى يا كابتن عادل استخدام قوه زايده دي مالهاش دعوه بالنقطه اللي احنا بنقول ايه افساد هجمه واعده او عدم احراز هدف اكيد لا انت عارف يا كابتن سمير يعني بيقول لك احنا دايما عندنا في التحكيم يا كابتن سمير دايما بنراعي حته الايه لو حتى
حتى تلاقي فرقه كسبانه 3-0 4-0 واليوم بنالتي محقق، الحكم يقول لك لا خلاص بقى. لا بس خد بالك يا كابتن سمير، النهارده مثلا كده كابتن سمير النهارده في مباراه ليفربول ونيوكاسل، معرفش اتفرجت عليها ولا لا؟ اتفرجت عليها. الهدف اللي اتشال من ايد، الهدف اللي اتشال من ايد من ايد الباك رايت بتاع ليفربول، وبعد كده تم احتسابه، كان المفروض يرجع برضو يديله كارت احمر. لا هنا بقى يديله كارت اصفر بقى يا كابتن. اشمعنى؟ طالما ان في تم احراز هدف هنا القانون بيقول لك ايه، يبقى كارت اصفر. انما لو ما جاش منها هدف هتحسب ركله الجزاء وكارت احمر. انما في الكره تحت الجيش دي مالهاش بعدم احراز هدف، دي مالهاش علاقه بان هي جاب جون ولا ما جابش جون، عشان قوه مفرطه. برافو عليك، انا هنا بتكلم على الخصوم المفرطه مع الخصم. طيب تمام. انما النقطه اللي بيقولها كابتن عادل، طبعا الحكم اللي يعمل توازنات، انا كسبان 3-4 وفي ركله جزاء واضحه وما احسبهاش، طبعا ده لا يمكن هيبقى حكم كويس ولا بكره ولا بعده. تمام، يعني هو كابتن عادل ماشي. اشكرك جدا يا كابتن سمير على وجودك معنا، وان شاء الله نشوفك بكره ان شاء الله. شكرا جزيلا لكابتن سمير عثمان خبرنا التحكيم. يعني حبينا برضو ناكد على هذا الموضوع مره اخرى، قانونا كان يجب طرد حارس مرمى طلائع الجيش بعدما تم احراز الهدف من وليد ازارو. طيب قبل ما نروح بقى نتكلم عن النادي الاهلي، خلينا نطلع نشوف اهم استعدادات النادي الاهلي لمباراه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. برضو عايز اطمن حضراتكم على محمد صلاح، لان الاخبار بتتوالى الحقيقه. هو الحمد لله طلع من المباراه وماشي بشكل طبيعي، ولوفرين الكل يعلم ان لوفرين واحد من اللاعبين لاعبي ليفربول، وهو احد المقربين جدا من محمد صلاح. كاتب على تويتر: اعتقد صلاح بخير، لا تقلقوا سيكون بخير، انه عملاق. وبالتالي يعني تعتبر خبطه بسيطه، ان شاء الله ان شاء الله بكره كمان نطمن اكتر على نجمنا محمد صلاح. كابتن عادل طعيمه، عايز ابدا مع حضرتك بمباراه الاهلي. الناس زي ما قلت لحضرتك بتقول ان المباراه بكره سهله، ايه راي حضرتك في هذا الموضوع؟ لا لا لا، هي مباراه 3 نقاط مهمين جدا، تستعد كويس قوي، بتحترم المنافس كويس قوي، عارف فريق النجوم بيلعب ازاي. فريق النجوم الحقيقه مغير يمكن اكتر من 5-6 مديرين فنيين لحد دلوقتي. كابتن رمضان داخل على الفرقه بقاله اسبوعين. طريقه لعبه مش هتتغير، يعني بيعتمد على صلاح امين كراس حربه، كره تتعمل له ما بين السردباكين، كرات طويله، وبالكرات الثابته بيطلع في الفاولات فتح الله، في الفاولات الثابته يا اما بتسديد يا اما في الكورنر، والحاجات دي بيستغل دماغه. الباقي ما بيشكلش خطوره، كل الخطوره بتبقى دايما من صلاح امين. يعني تشيل صلاح امين من الفريق، فريق يعني ما فيش بلغه الكوره الخربشه واللي ممكن يشكل معاك اي خطوره. انما ما فيش شك ان هو مباراه مهمه جدا، كل واحد في الجهاز عايز يثبت وجوده، من كابتن رمضان السيد ثم اللاعبين عندهم ده الامل الاخير بالنسبه لهم، لانهم عندهم 25 بونت. الثلاث نقاط بكره يعني قدامه لسه 3 ماتشات كمان، هيبقى عنده 12 بونت. 12 بونت مع 25، لكن الماتشات اللي باقيه ماتشات قويه مع فرق مهمه، المقصه وعنده بيراميدز، والاثنين بيسعوا لهدف معين. ثم انبي اللي هو برضه داخل معاه في صراع، وان كان الفرق ده 33 وده 25، فمباراة بكرة أعتقد بتنهي الأمل بنسبة كبيرة جدا، وإن كان برضو الأمل ضعيف جدا، لكن برضو يعني بندوس على إيد حسابيا لسه بنشد على إيد الجهاز الفني، بنقول له الأمل في ربنا كبير ثم في جهودكم، بس بعيد عن النادي الأهلي. فالماتش بكرة لعيبة النادي الأهلي ما بتهزرش، ما فيش هزار. الماتشات اللي كان فيها نوع من الهبوط شويه كان نتيجه تلاحم المباريات. هفكرك وافكر الساده المشاهدين والجمهور بتاعنا ان نادي الزمالك بعد ما يرجع من الكونفدراليه بعد بكره ان شاء الله، وان شاء الله يكون كسبان ويوصل للنهائي، لكن هيبقى عنده ماتشات، اعتقد 3 ماتشات في اسبوع. هنشوف الضغط المباريات ده الناس هتتعامل معاه ازاي، اللي النادي الاهلي بقاله 7-8 شهور في عمليه الضغط دي، ومع ذلك كان فرق في المسابقه المحليه كان فرق 11 بونت، ومع ذلك انت النهارده عديت التيم المنافس، وقريب جدا لما تاخد النقط اللي باقيه لك من الماتشات اللي بينك وبين بيراميدز هتعدي باذن الله تعالى بفرق
ثلاث اربع نقاط. النادي الاهلي من ضمن الحاجات اللي عجباني جدا حتى في ماتش بيراميدز، احنا يمكن اتكلمنا يمكن من 10 ايام او اكتر، توصلت كتير قوي من جميع الجهات، من اليمين ومن الشمال، من العمق، من التسديد، كرات في العارضه، ضربات جزاء، كل العوامل الكوره انت بتاديها، على الرغم ان انت ماتش بيراميدز والماتش اللي بعديه ماتش المصري كان عندك يمكن 17 واحد مصاب. النادي الاهلي على غايبين مش مصاب يعني انا اقصد ايه يعني مش في التشكيل، يا اما لاسباب فنيه 3 4 يا اما مصابين يا اما حتى المصاب وراجع او موقوف زي مروان وزي عمرو السوليه وزي الشناوي في المباراه اللي قبليها، فانت ما بتكتملش ابدا نتيجه ضغط المباريات ونتيجه الضغط العصبي الرهيب جدا عليك من جميع الجهات من سفر والى اخره. بكره اعتقد انه الراجل بقدر الامكان بيحاول ان هو يثبت تشكيل. انا بقول ويعني بقول له من فضلك حسين الشحات حاول تديله فترات اكتر شويه، لان الولد محتاج ثقه، لان هو لعيب كامل، لعيب من اللعيبه الكامله، بيلعب رجل الاثنين، مجهود، بيجود التسديد، ممكن يلعب لك في وسط الملعب. في نفس الوقت زي ما قال كابتن عادل عبد الرحمن الحقيقه صالح جمعه، كنا من زمان بالنادي ان الراجل ده يعني يبقى فيه، لكن هو طبعا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مع الجهاز الفني رجعوه بسرعه للحظيره النادي الاهلي، واعتقد انه من مباراه لمباراه الفتنس بتاعه بيزيد، والنهارده ما بيطلعش بعد ما كان بيلعب اف تايم او اف تايم ونص وبيطلع، النهارده بيلعب لحد اخر دقيقه، ومع ذلك انت عامل كوره من احد الفاولات الماتش اللي فات اللي هي خبطت في القائم كانت هدف مؤكد طبعا الناس ناسينها، يعني لقيت سمير يوريها لنا، كان فاول على ال 18 من ناحيه الشمال عملها واو خبطت في القائم وراحت رايحه بالعرض، كان جول اكيد الفاول البنالتي. نعم الفاول اللي كان فيه بنالتي المفروض يتحسب بنالتي. اه بالظبط كده. ايوه برافو عليك. شوف عليه عاملها الواو، الكل متوقع ان هو هيرفعها، عاملها في الواو في القائم، دي ما فيهاش هزار، دي جول مليون في الميه، دي ما لعبهاش الا واحد رجليه فيها ميزان. احمد فتحي كل ماتش ما شاء الله في تقدم، علي معلول حاجه هايله، ياسر السوليه فتحي كلهم حمدي، يعني الحقيقه الولاد كلهم رائعين جدا. ليا ملاحظه بسيطه جدا على ازاره، في كرة اللي عملها له صالح جمعه ويا ريت سمير يجيبها لنا، اللي هو راح بيها على الجنب، يعني المفروض الكرة لما ياخدها يروح لجوه ياخد الراجل وراه، هو فضل يجري بالجنب لحد ما الحارس طلع راح واخده لبره، ثم رجع وتدور وراح لعبها، قيمتها كانفراد قلت لانه راح غلط، وانا رايح يا اما الحارس طالع اروح عاملها من فوقيه او عاملها له على الارض، ما اجريش بيها، لان انا جريت بيها رحت طالع بيها بره الخطوره وانتهت والناس رجعت. فالحتت الصغيره دي اكيد بتوصل له ان في الاستوديو التحليلي للنادي الاهلي، واكيد الجهاز طبعا اكيد مليون في الميه وضح له النقطه دي. يعني شوف هي راحت له ازاي الاول، هتم الاول يا سمير لو تكرمت. ليه صالح برضه؟ صالح شوف فين؟ انفراد. هنا بقى المفروض اجري فين؟ هنا العبها على الارض في الجول. انا رحت خلاص الناس رجعت خلاص انتهت. فدي برضو اكيد لسارتي اكيد ومحمد يوسف وسامي وكل الناس قالوا له ان الحاجه دي المفروض ان هي انت كفرود الحاجه دي تبقى مميزه. انما مفيش شك ان هتلاقي بكره روح قتاليه من النادي الاهلي، عارفين ان في خمس مباريات في غايه الاهميه، الخمس مباريات بيتوجوك لبطوله الدوري، واعتقد انه باذن الله تعالى المكسب حليف النادي الاهلي من الهجمات، من التنظيم، من الثبات في التشكيل، من التغييرات. الجهاز الفني الحقيقه أنا بحس إن لاسارتي في الماتشات الدوري بيبقى فيه نوع من التركيز عالي جدا. يعني وليد سليمان بيدفعه في توقيت رائع. لا شاف إن فيه كرات عالية بتتعمل، محتاج لواحد يقف وواحد عنده مهارة التمرير في مساحات ضيقة. وليد سليمان عنده دي. بيدي المساحة الكورة في مساحة ضيقة ما بين اتنين تلاتة ويدالك في رجلك قبل الجول حتى اللي عمله ومرره التمرير الرائع اللي عملها لعلي معلول.
كان اي حد ممكن هيرفعها زي ما كان قبليها ب 10 دقائق. كلنا كل فرقتنا بتعمل الكرات العاليه, ودي الكره اللي جت في العرض دي بتاعت صالح. صالح فاول. شوف يا كابتن, شوف يا كابتن حاططها فين. الجول فين؟ شوف الجول واخد العرضه البعيده. شوف هو حاططها له فين. ولا حد كان هيجيبها. صالح موهوب فيها. لا هو رجليه يا كابتن, رجليه يا كابتن, صباع كبير والصباع الصغير بيشغلها في الكوره بحيث ان هو بياخدها بوش الجزمه سواء باليمين او الشمال رايحه قدام ازارو او رايحه قدام مروان. فطبعا ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. تمام كابتن ماهر. كابتن رمضان السيد, هل تولي كابتن رمضان السيد مهمه تدريب الفريق في هذا التوقيت ستزيد من صعوبه المواجهه؟ هو بنبارك لرمضان اولا ومحمد فاروق يعني برضك من رجاله النادي الاهلي, ورمضان يمكن عنده خبرات كبيره جدا في شغل الدوري الممتاز. بس انا شايف ان المرحله بتاعت كابتن رمضان مع النجوم فيها شيء من الصعوبه, انك انت يعني حتى كده لو هنبص على 30 مباراه اللي لعبتها النجوم يمكن فازوا 5 مباريات بس, اتعادلوا في 10. اعتقد ان هناك اتفاق كابتن ما بينهم وما بين رئيس النادي ان هم مش ممكن اتفاق ده. على فكره ده اتفاق, انا اسف, ده اتفاق ان هم حتى لو الفريق هبط ممكن يكمل الكابتن, هيكمل رمضان لانه هو عنده الخبرات يعني صعد فرق قبل كده يمكن اكتر من مره. هل ده بقى يزيد صعوبه المباراه بالنسبه ان هو اللعيبه يدي لهم دوافع اخرى السنه اللي جايه؟ بص يا اسلام, انا عايز اقول لك ان يمكن كان سيد يمكن في المؤتمر قال كلمه جميله قوي, قال لك ان احنا كل مباراه بتصعب علينا اكتر, يعني المباراه اللي جايه اصعب من المباراه اللي فاتت. فواضح قوي طبعا ان كل المباريات اللي هنقابلها في منتهى الصعوبه. النهارده انت ما فيش ريسك موجود على النجوم, يعني النهارده كل لعيبه النجوم النهارده بيقابلوا النادي الاهلي في عيد. كل لعيب عايز عايز يظهر بضاعته, عايز يظهر اداؤه, احتمال ممكن يكون سمسرة النادي الاهلي يبداوا يفكروا فيا. فالنهارده عيد بالنسبه للنجوم ان هو هيقابل النادي الاهلي 90 دقيقه. تاكد يا اسلام هتلاقي اللعيبه دي مركزه يمكن اكتر من 100%. اللعيبه دي هيبقى ادائها هيختلف في كل المباريات السابقه شكل واداء, ومباراه النادي الاهلي بكره بشكل تاني واداء تاني. فعشان كده دي الصعوبه اللي هتقابل نجوم النادي الاهلي بكره. كابتن رمضان من المدربين الفنيين اللي عندهم وعي تكتيكي, عنده شغل منظم, يهم هو محمد فاروق ان هم يعني على الاقل هيبقى العامل النفسي لكابتن رمضان, يعني سيبك من العامل البدني او العامل التكتيكي او العامل المهاري, يمكن كابتن رمضان مش هيبقى مسؤول عنه, لكن العامل النفسي مهم قوي ان هو انتوا هتقابلوا بكره النادي الاهلي. بالظبط ده اللي انا بتكلم عنه. فاكيد الكابتن رمضان هيلعب على الحته دي على النقطه دي عشان يحفز لعيبته ان هم يقدروا يقابلوا النادي الاهلي نفسيا كمان بشكل منظم. زي ما بقول لك ان النجوم هو الاول مع الاخير, وتملي احنا حتى في المباريات الاوروبيه بنخاف جدا من حته الاخير انه يحرج البطل او يحرج المركز الاولاني, فده بيقع مسؤوليه على الجهاز الفني وعلى اللاعبين بكره بشكل جيد, ان احنا لازم نحترم النجوم يا اسلام, ما نبصش انه هو في المركز الاخير وعنده من الهزائم وعنده 25 نقطه ويمكن دخل مرماه اكتر من 39 هدف, عنده ضعف في خط هجومه سجل 28 هدف, فده ممكن يعني اخاف ان يخش نوع من الثقه نوع من الغرور للعيبه النادي الاهلي ان يعني ده اخر الجدول ممكن ان انا هكسب وانا ده اقل مجهود. لا ده بكره مهم جدا ان احنا نحترمهم بشكل جيد. مستر لاسارتي يختار الشكل والاداء اللي بيلعب بيه. الدوافع بتاعت اللعيبه احنا شفناها في المباراتين السابقتين, كل مباراه بالنسبه لنا وده نداء من خلال الثلاث اربع مباريات السابقه ان احنا كل مباراه بالنسبه لنا كؤوس, ثلاثه بونت مهمين جدا بالنسبه لنا. فالاحترام بكره متبادل بشكل جيد. الفرص اللي احنا بنتكلم عليها مهم جدا, المباراه اللي فاتت 9 فرص في الشوط الاولاني يا كابتن عادل قدرنا نسجل منهم هدف في الدقيقه 45. اتمنى الفرص اللي جابها لنا سمير ان احنا نترجمها بقى اسلام, يعني تدينا ثقه بشكل جيد ان انا اقدر اجيب جول, اقدر اجيب اثنين عشان كمان حتى اقدر اريح زمايلي واريح الجهاز, واذا كان مستر لاسارتي عنده تغييرات لبعض اللعيبه المجهده يقدر ان هو يغيرها بشكل جيد. كابتن عادل, عناصر خبره وعناصر متميزه الحقيقه في فريق النجوم, صلاح امين, فتح الله, مجموعه اللاعبين دي هل هتفرق كتير مع فريق النجوم, ولا انت شايف برضو ان هم هتبقى المباراه زي ما الناس بتقول مباراه سهله؟
خلينا ناخدها بقى كابتن اسلام من جانب اخر. النجوم عنده كام بوم؟ النجوم داخل دلوقتي 25 بوم. المباراه بتاعت بكره ال 31 هيتبقى له 9 بونت لو خسر من النادي الاهلي. التسعه بونت علشان لازم ياخدهم كلهم علشان يوصل لل 34 بونت اللي هو امبي دلوقتي في الوقت الحالي لعب 30 مباراه عنده 37 عنده لا عنده 32 بونت. اه امبي هيبقى 34 بونت النجوم لو امبي 33 خسر من النادي الاهلي. امبي 33 لا حرس الحدود اللي قبله كمان الثالث وامبي 33 يعني امبي فاضل له بونت واحد. لو هو خد الثلاث مباريات الجايين اللي هم بعد النادي الاهلي هيبقى 34 بونت. ده النجوم عشان كده الماتش لو فيه. يعني حتى لو تقصد لو اتغلب كمان انا بكلمك من الناحيه النفسيه بتاعه فرقه النجوم بكره لمباراه النادي الاهلي. فرقه النجوم بكره لمباراه النادي الاهلي عنده اربع مباريات. عنده النادي الاهلي وعنده ثلاث مباريات بعديها. الثلاث مباريات بتسعة بونت. لو خسر من النادي بوريك درجه صعوبه المباراه دي بكره على النجوم وعلى النادي الاهلي. لو خسر من النادي الاهلي يبقى عنده 9 بونت. هيبقى عنده 9 بونت. لو خد ال 9 بونت هيبقى فارق اللي هو الثالث اللي هينزل ايهما 33 بونت. يعني الفرقه الثانيه عايزه بونتين هتقعد اكتر منه. علشان كده في بكره صعوبه على النادي الاهلي وصعوبه على النجوم. الصعوبه على النادي الاهلي اكبر علشان النادي الاهلي بيلعب على البطوله وطول الماتشات لازم يكسب لازم يكسب لازم يكسب وون واي. دي حقيقه يعني عنده المباريات الصعبه اللي جايه. النادي الاهلي برضو يعني هيخرج من مباراه لمباراه. سيبك من الاسماء انا بكلمك على نهايه الدوري بيبقى فيه هبوط ونزول وفي فرق مستريحه. الناس كلها تقول لك اللي بيهبط يبقى مباراه قوي. لا اللي اقوى منه المباريات الناس اللي هي في وسط الجدول اللي مرتاحه اللي بتلعب وهي مرتاحه فما بيبقاش عندها ضغط. بكره النادي الاهلي لو ضغط من البدايه وعمل نتيجه من البدايه احرز هدف هتلاقي فرقه النجوم حاجه من الحاجتين. لا فتحت واشتغلت علشان تعوض لانه انا شايف ان النجوم بكره مش هيدافع. يعني هو هيشتغل على الريسك تكتيكيا هيشتغل على الريسك. علشان كده بقول المباراه بكره ان شاء الله فيها سهوله تكتيكيه على الفرقتين ويمكن على النادي الاهلي اكتر لو الموضوع اتاخد بالهدف الاولاني زي ما الكابتن ماهر اتكلم في كلمه مهمه جدا قال تسع هجمات في الشوط الاولاني ما احرزناش هدف. لو احنا احرزنا اهداف متاخره احنا لما بنحرز اهداف ما هو في اخره دخلت الفرقه تاني ممكن تتعدي نفسي تاني بين الشوطين. المدرب يقدر يرجع الفرقه بتاعته. لكن انا بتكلم على البلان التاني اللي اي فرقه بتلعب قدام النادي الاهلي لو جه هدف اولاني بيروحوا للخطوه التانيه بالنسبه لهم بيحصل ان النادي الاهلي بيعمل الهجمه المنظمه او الهجمه المرتده الجيده. عندنا سرعات كويسه نقدر نكسب. فالمهم بكره والماتشات اللي جايه للنادي الاهلي الهدف المبكر واستغلال الفرص. الضغط اللي هو لازم يتعمل على الفرقه اول ما تنزل. تمام هنكمل كلامنا عن مباراه غدا مباراه النادي الاهلي ضد نادي النجوم ولكن بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل يعني برضو عايز اسال حضرتك من وجهه نظرك هل النادي الاهلي وصل فورمه بدنيه وفنيه مع لاسارتي هو نفسه راضي عنها لاسارتي ولا لسه؟ مفيش مدرب بيرضى عن الفريق بتاعه بنسبه 100% دايما بيبقى محتاج شغل وخاصه انه لاسارتي بقاله 3 شهور وشويه ما خدش فترة الإعداد بتاعته، اللعيبة اللي محتاجة من بداية الموسم ما عملش فترة الإعداد بتاعته، وبالتالي هو شغله إلى الآن ما بانش لأن أنا ما عنديش فرصة إن أنا أصلح أخطاء أو إن أنا أشتغل على تكوين جمل أو علشان أصلح أخطاء، يمكن الفترة الأخرانية بس الأسبوعين اللي فاتوا يعني ما بين الماتش والماتش في 6 أيام أو 7 أيام. والفترة دي غير كافية علشان يقدر ان هو يدي حاجات معينه جديده بالنسبه للنادي الاهلي. لكن ما فيش شك انه المدرب اللي بيبقى راضي عن شغله بنسبه كبيره
نسبه يعني عاليه، يبقى ما عندوش حته ان انا عايز اطور من ادائي وان انا عايز ازود من جهدي ومن تعبي علشان اوصل لمرحله ان الفريق اداؤه الجماعي زي ما انا عايزه بالظبط، وبعدين ادائي بيديني مستوى ثابت بنسبه كبيره. المستوى الثابت ان انا في كل المباريات، وده اللي مخليني مطمئن ان معظم الماتشات الاخرانيه من بيراميدز وانت طالع في اداء ثابت، في روح، في جمل، في اداء، في ترابط، في انسجام الى حد كبير. ومع ذلك نسبه الرضا احيانا في المباراه بص تلاقي يا كابتن ما بين صعود وهبوط، هو 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 مش عايز دي، هو عايز دايما ان انا نسبه الاداء بتاعتي تبقى حتى لما الكاميرا بتيجي عليه والماتش شغال في لحظات كده تحس ان هو بيبقى متضايق نتيجه تصرف لاعب او نتيجه جمله مفروض ان هو متفق انها تتعمل بالشكل الفلاني ما اتعملتش. وبالتالي انا 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 في اعتقادي انه في الفتره في فترات كتيره كان بيبقى راضي عن الفريق، وخاصه في الفترات اللي بيجي فيها اهداف. يعني تبص تلاقي يا كابتن في الدقيقه في الربع ساعه اللي بعد بدايه المباراه بنحرز اهداف كتيره، في بدايه الشوط الثاني بنحرز اهداف، اكتر اهدافنا بنحرزها في اخر ربع ساعه. يعني انت الموسم ده من الدقيقه 61 للدقيقه 90 عمل 22 هدف او 23 هدف في الفتره الاخرانيه ديت في اخر ثلث ساعه. الربع ساعه بتجيب 7 اهداف، 14 جول من الدقيقه 16 للدقيقه 45. الاهداف دي نتيجه ان انت الفرقه اللي انت بتلعب النادي الاهلي من بدايه نازله بتقاتل شراسه، في نوع من التركيز الشديد، انت بعد فتره تبتدي تستحوذ على الكوره، تبتدي تشكل خطوره، وبالتالي اهدافك بتيجي بالشكل ده. اللي احنا بنتمناه في الفتره اللي جايه انه مستر رسارتي في التشكيل البدايه يبقى بيعتمد على اللاعبين اللي هم جاهزين بنسبه 100%، بيعتمد على الناس اللي هي في انسجام في الاداء بتاعها، في تثبيت في التشكيل. وليد سليمان زي ما الكابتن ماهر قال وكابتن عادل، وليد سليمان كل جمهور النادي الاهلي منتظره، لان الراجل ده بيضيف الخطوره وبيضيف اللمسه الجماليه وبيوصلك للجول في اقل عدد من اللمسات اللي في منتهى الخطوره بتوصلك للجول ومنها بتحرز الاهداف. تمام. كابتن ماهر، وليد سليمان يبدا ولا ما يبداش؟ يلعب ولا ما يلعبش من اول المباراه؟ بقى له فتره طويله، خد 10 اقل من 10 دقائق الماتش اللي فات. بص يا اسلام، هو التدرج السليم بالنسبه للنجوم اللي عندها خبره زي وليد سليمان والاصابه اللي حصلت له، التدرج السليم بالنسبه لاشراكه في اوقات المباراه هي بترجع لمستر لاسارتي، وانا شايف ان هو يعني عنده ثقه وعنده عداله في حته ان هو يختار التوقيت المناسب لهذا النجم. في ناس تقول لك طيب ما وليد الحمد لله بيلعب في الحاجات الجماعيه والتدريبات وبيشارك و ما يبدا من اول المباراه ما اضمنش. انا مضمنش وضغط المباريات كمان غير ضغط التمرين بالظبط مضمنش، لكن التدرج السليم هو ده اللي بيعمله مستر لاسارتي، ان هو بيبدا يدي وليد من بين 10 و15 دقيقه. ممكن الشوط للمباراه الماتش اللي جاي اللي هي المفروض بكره القادمه ان شاء الله مباراه النجوم، ممكن نشوف ان احنا وليد ياخد ممكن نص ساعه، المباراه الثالثه ممكن ياخد شوط، المباراه الرابعه ممكن ياخد مباراه من اولها. كده انت بتضمن ان النجم بتاعك وصل للفورمه الرياضيه اطمنت عليه، او لو انت شايفه بحاله جيده وبيتمرن كويس ممكن تديله من اول المباراه. ممكن ممكن يعني بعد المباراه اللي جايه ممكن يبدا وليد من بدايه المباراه في المباراه. ما هو خلي بال حضرتك، الناس لما شافت وليد بيعمل او ماشي بشكل كويس او نزل 10 دقائق عمل شغل كويس، الناس كلها بقى بتطالب ان وليد يبقى بيلعب من البدايه. انا ما اعرفش طبعا هو هيلعب ولا مش هيلعب من البدايه، بس انا بتكلم مع حضرتك يعني. واحنا علقنا يمكن اشراك وليد علقنا على النجوم الكبار اللي بالشكل ده لما بيبقوا قاعدين بره بيعتبر عين مدرب وعين لاعب. يعني احنا لو نرجع بالزمن كابتن محمود خطيب لما كان بيقعد على الدكه ويبدا ينزل بيعمل فارق مع التيم بشكل جيد، ابو تريكه لما كان بيقعد بره وينزل بيعمل فارق مع شكل واداء التيم. فانت النهارده معاك لعيبه بقيمه وليد، انا في رايي وليد بيمثل مدرب على الدكه، شايف بيركز بشكل جيد، شايف المكان اللي هو بيلعب فيه هيدافع ازاي هيهاجم ازاي
في حته الاختراقات تمريراته اللي هيبدا يساعد بيها زمايله، دي بتساعد بشكل كبير جدا اللعيبه الخبره لما بتبدا تدفع بيهم يا اسلام في وقت انت محتاج تكسب فيه. يعني احنا النهارده مستر لاسارتي عنده من التغييرات اللي بيبدا يضيفها في حاله شكل واداء الفريق وحاله نتيجه الفرقه من خلال الاداء. احنا مستر لاسارتي دفع بوليد نتيجه النتيجه 1-1 وباقي من زمن المباراه ربع ساعه، فلازم يدفع بنجم زي وليد يقدر كلنا ثقه او جمهور النادي الاهلي عنده ثقه في وليد. قدر وليد ان هو يغير شكل واداء النادي الاهلي من خلال نزوله. احنا كمان اطمننا ان هيبقى في هدف قادم زي ما كابتن عادل قال، احصائيه على اهداف النادي الاهلي من بدايه المباراه ربع ساعه الاولى ربع ساعه الثانيه. اخطر اوقات للنادي الاهلي يا اسلام اللي هي الربع ساعه الاخيره اللي النادي الاهلي طول عمره معودنا انه يقدر يكسب من خلال الدقائق الاخيره. فانا شايف ان التدرب بالنسبه لوليد مصلحه كبيره جدا ان احنا نحافظ على قيمه هذا اللاعب خلال الست مباريات القادمه. بس انا مع كابتن اسلام ومع الناس اللي بتقول ان وليد يبدا، لانه انت هتلاعب فرقه، الفرقه اللي انت هتلاعبها لو وليد هيلعب ناحيه اليمين يا كابتن اسلام، هل الفريق اللي انت هتلعبه بكره الجبهه دي بتشكل خطوره، ممكن تشكل خطوره قويه جدا على النادي الاهلي؟ انا شايف من وجهه نظري انه وليد بفضل ان هو مع فتحي هيشكله جبهه قويه جدا هجوميه، لان الجبهه دي في فريق النجوم ما هياش اللي هي تخليني اخشى ان وليد مش هيأدي المباراه كامله، لانك انت داخل على مباريات مش لازم محتاج كمان. نعم مش لازم يأدي بشكل يعني مش لازم يلعب الماتش كله، ممكن يلعب شوط. هو كابتن عادل انا بفضل ان انا اديله الماتش كله زي ما كان بيعمل مع وليد. يا كابتن لو نرجع للماتشات اللي قبل كده قبل الاصابه، وليد لما اكتمل اللياقه البدنيه والتكتيكيه والمهاريه كان بياخد المباراه ككل، لكن قبل كده كان وليد اضافه بالنسبه لنا بشكل جيد. يعني حتى كمان يمكن كان بعض المدربين بيخرجوا وليد يمكن في اخر ربع ساعه. رايك ايه يا كابتن عادل؟ يعني انا عايز اقول لك هي مدارس طبعا. في مدربين ممكن بيثقوا في النجوم بتوعهم ممكن يديله من الاول، لكن انا اللي بقول لك عليه انه وليد نزل اخر 10 دقائق او لعب 12 دقيقه تقريبا. 12 دقيقه بالوقت الضايع كمان. الحاجه الثانيه الثقه بتاعت تصرت لما كان النادي الاهلي محتاج هدف فنزل وليد، يعني مش بيجهزه، خلي بالك ما ده الفكر بتاع الراجل. انا كنت قلقان بصراحه ان هو ينزل في وقت زي ده. لا خلي بالك لما ينزله في وقت زي ده يبقى مش بيجهزه، يعني مش بيدرجه، هو واثق فيه. فعشان كده بقول لك حته انه يديله المباراه في فلسفه. يقول لك ايه، طب ما نجم زي ده احنا عندنا خمس مباريات او لسه في الدوري او ست مباريات، انا اجهزه في مباراه زي النجوم. يعني اجهزه. دي وجهه نظر الكابتن عادل. انا رايي معاك. ممكن يقول كده. دي مدارس بتفرق يا كابتن عادل ما بين مدرب ومدرب. بس انا اقول لك بتوع امريكا الجنوبيه دائما بيعملوا دي، اللي هو بيرقم لعيبته، اللي هو ايه؟ اللعيب من 1 لـ10 حتى التغييرات تبص تلاقيه وبيغير. انا مش بتكلم على رسارت، انا بتكلم على سمه المدربين بتوع امريكا الجنوبيه. لما يغير لاعب ممكن يغير باك رايت علشان يغير وينج ليفت مثلا، يعمل لفه كده في الملعب، بس هو مرقم اللعيب ده رقم كذا. وليد سليمان عند نصرت لعيب مهم، وعند النادي الاهلي لعيب مهم، فممكن يكون محتاجه وبيحضره للماتشات الاقوى كمان. انا مش بتكلم على ان النجوم ماتش سهل، لكن انا بتكلم على صعوبة الدفاعية في الهجومية. زي ما انت قلت يا كابتن اسلام دي حاجة مهمة، والكابتن عادل قال لما قال ان الناحية دي، والكابتن ماهر قال ان الناحية دي ضعيفة شوية، ممكن وليد سليمان يستحمل ويلعب ويشتغل فيها، لكن انا بقول لك ممكن ياخد وظائف ومهام تحضيرية، يعني مش لازم يشتغل في الحتة الدفاعية. يعني دلوقتي ما فيش حاجة اسمها انه اللعيب يدافع ويهاجم بس، يعني بنقسم الموضوع على لعيبه، يعني في لعيب ممكن يهاجم 20% ولعيب يدافع 80%، وفي العكس صحيح، ممكن واحد يهاجم 80% 20%. لكن هو دلوقتي معظم الناس يتكلموا على ان اللعيب في الوقت الحالي لازم يدافع كويس قوي ويهاجم كويس قوي، مش لازم. ما هو في وحدات تانية بتشتغل للناحيه الدفاعيه، زي ما احنا قلنا كتير وبتكلم في الامر ده، ان اهم فرقه بتبقى موجوده على الساحه في التكتكس العالي
اللي لما بيهاجم هيدافع ازاي، ولما بيدافع هيهاجم ازاي. فممكن مجموعة بتدافع في الوقت ده دفاع قوي وبعدين تهاجم. هو وليد سليمان افتكر انه عشان خد ال 12 دقيقة دي مش هيبدأ المباراة الجاية، يعني لو هو كان اداله 30 35 دقيقة كان ممكن يجازف ويلعب بيه، لكن هو هيخليه المباراة دي. لكن افتكر انه هينزل بدري، وهينزل بدري قوي علشان الراجل هيفكر ان بوليد سليمان يحضره للمباريات الاقوى اللي فيها سرعات واللي فيها الخصم هيبقى اقوى، الخصم هيبقى اقوى، فيدخل وليد سليمان على الخصم القوي وهو جاهز بدنيا. عموما هي مدارس. انت قلت كلمه مهمه يا كابتن اسلام، مهما اتدرب ومهما لا دي حاجه ودي حاجه، التمرين الخمس دقائق بتاعت المباراه والضغط العصبي مختلف، بتبقى مختلفه كتير. افتكر ان دي مدرسه رسارتي، هو اللي يقدر ازاي يدرج وليد سليمان. اتوقع بنسبه 85% انه هيبدا بكره، انه هيبدا بكره، لان بكره الفرقه محتاجه حلول. فرقه النجوم محتاجه واحد بيعمل تمريره ما بين اثنين، بيعمل تمريره لازارو او لمروان اللي كان راس الحربه، اللي يبقى صالح جمعه زي ما انت تفضلت كده الكابتن ماهر تفضل، ان وليد سليمان مع صالح جمعه قوه انه بيلعب لك الكوره قدامك بيقول لك من فضلك سهله قوي اتفضل حطها في الجول. فوليد سليمان الى جانب ان هو في الكرات الثابته كلنا عارفين بيتعامل معاها ازاي، مع فتحي بيشكله خط رائع دفاعا وهجوما، اللي بيطلع فتحي وامتى يدافع معاه يبقى يراقب من وراه وكده، الى جانب ان هو كمان بيبقى بيروح كمان كراس حربه. انت عندك جيرالدو ما اعتقدش ان هو هيبدا بيه، حتى لو عشان الخطه دي صعب جدا ان هو يبدا بيه، ما فيش حل تاني قدامه الا وليد، لانه مش هيبدا بحسين الشحات. معلش اقول لحضرتك حاجه، انت عارف ان وليد سليمان من اللاعبين اللي بيجبر المدربين يقعدوا احتياطي ليه؟ لانه حل تاني سحري. وليد سليمان السنين اللي فاتت للنادي الاهلي هو كان الحل السحري. احيانا المدرب بيطمع في البلان التاني اللي عاوز يعمله، بس هو وليد كان مثلا في مباريات البطوله الافريقيه كان الحل الاول. لا البدايه انا بكلمك في اوقات مثلاً يعني وليد سليمان نفسه. لا انا اقصد ان انا كمدير فني وحضرتك طبعا استاذنا في الموضوع ده، انا كمدير فني طب ما انا شفت وليد سليمان في البطوله الافريقيه هو اللي كان بيكسبني وكان بيبدا المباراه هو اللي بيكسبني. لا في ماتشات الدوري يا كابتن اسلام فاكر انت ماتش الزمالك لما عمل عمليه الضغط وجاب جول وبعدين راح عامل جول تاني اظن عملها اوفر. انا اقصد ان هو يعني الحل الاول ان هو يبقى موجود ويلعب، ايه اللي يخليني اقعد لو عندي حل؟ دي بتبقى برضه بص خلي بالك مدارس. بس لا خلي بالك عايز اقول لك، لو عندي حل، لو عندي حل انا قوي ممكن ما أقوى. انا هقول لك عادل، هقول لك على حصل الاهلي، ويمكن عادل ذكر ان مش لازم وليد يدافع. النهارده انا عندي جبهه مكونه من عمرو السوليه واحمد فتحي يقدروا يدافعوا الوليد ده ناحيه اليمين. ده انا بقوله يا كابتن، واخد بالك هو ما عندوش بديل للحته يعني دي. يعني انا النهارده عايز استفاد جبهه اليمين، واخد بالك ان وليد ما يرجعش يدافع، لان انا عندي سبورت في ظهري. السوليه يقدر يميل في الحته ديت، احمد فتحي يقدر يبقى عامل جبهه دفاعيه مع السوليه يساعد وليد اللي احنا نقدر نستفاد منه في الشق الهجومي. تمام. في حته المراوغه، حته التصوير، حته الفتره يا كابتن ماهر هديك الفتره اللي كان فيها وليد سليمان من افضل لعيبه النادي الاهلي، وكان في نقص عددي وكان بيتحط احتياطي علشان ينزل يعمل الهجمه الثانيه للنادي الاهلي اللي هو الحلول الثانيه، ودي كانت مع الكابتن حسام البدري، ونجح وليد سليمان اكتر من 6-7 مباريات. كان الاولاني قبل وليد سليمان كمان اللي بينزل يعمل الحلول كان محارب، اسلام محارب كان من الناس اللي بينزلوا يعملوا حلول. المدرب لما بيلاقي اللاعب يقدر ان هو يغير له من اداء لاداء، يعني النهارده وليد سليمان احيانا بص يا كابتن لما يكون في لعيب تاني كويس موجود في المكان ده ممكن اقعده، لان في لعيب ممكن ينزل 10 دقايق يخش جوه الملعب، وليد سليمان دقيقتين يخش جوه الملعب بالظبط، دقيقتين يقدر يتاقلم. في لعيب كويس قوي يقعد وقت ما تاقلمش خالص، مش هيبقى احتياطي كفء. في اللي دايما اللي على الدكه بيبقى اقوى وافضل للمدرب وعاوز الاحسن
يبقى ما على الدكه. انا مش بتكلم، انا بتكلم في الوفره بشكل عام. النادي الاهلي عنده وفره كبيره، وانا عايز اقول لك عادل كمان صرت عنده لعيبه كتير. عايز اقول لك ان بعد عبد الله السعيد ورحيل عبد الله السعيد هو وليد سليمان اللي حل لنا المشكله دي. يعني احنا ما حسيناش برحيل عبد الله السعيد لما وليد بدا يلعب في المكان ده كابتن عادل اداه بشكل جيد. ما حسيناش ان عبد الله السعيد بقى فارق مع الفرقه. وليد قدر ان من خلال المكان ده يقدر بتمريراته السحريه يقدر يلعب رمضان، يلعب ازارو، حتى كمان لما كان مؤمن موجود. يعني كانت قوه النادي الاهلي بقت قوه ضاربه في الخط الامامي، في حلول، في حلول. فالنهارده طبعا ربنا طبعا يعني يديله الصحه ويكون بدايه من بدايه اول المباراه عندنا كمان حلول في صالح جمعه. يعني ممكن ناصر ماهر قبليها، لكن خبره وليد يعني عملت شكل واداء في اداء النادي الاهلي. انت عارف ان هو لعب في ماتشات كان المدير الفني بيلعبه راس حربه وهمي. بالظبط. الوليد كمان من الاجسام اللي هي ما بتزيدش، مفيش جسمه ما بيزيدش، ما عندوش شحوم. وكل ما اللي بيعاني منه الاصابات نتيجه التدخلات اللي فيها عنف عليه. لكن الراجل ده لو الاخ سمير يجيب لنا الجول الثاني اللي جابه علي معلول الماتش اللي فات، قعد يتبادل مع احمد فتحي الكوره لحد لما عمل نوع من التجميع على ناحيه الشمال اللي هي احمد فتحي ظهير يمين، لحد لما الناس كلها جابها في الجبهه دي وراح ممررها، وهو شايف كويس قوي علي معلول راح ممررها له. علي معلول ما لقاش اي حد ضغط عليه، عمل نوع من التسديد. لو سمير يقدر يجيبها لنا تاني. فضل يتبادل الكوره مع احمد فتحي في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 90 91 92. يعني انت واحد يعني ثقته، وفي ثقه جامده جدا انا مش عايز اسميها برود. يعني انت في الدقيقه 92 وبتعمل عمليات التمرير مع فتحي واحده واثنين، وبعدين شوف يا كابتن هنا كام تمريره هنا الاول. يعني لو سمير جيبها لنا من الاول كمان 1 2 3 لا قبليها قبليها سمير يا ريت قبليها، لانها قعدت تتنقل قبل. شوف هو اللي اولها عندنا في الملخصه. يا ريت من هنا دي بس ده اولها للاسف. يعني ثلاث نقلات قعدت تتنقل، اربع خمس نقلات ما بين فتحي وبين وليد، وبعدين وليد بقى اللي هو اللي جوه. وبعدين حتى لو سمير يعيدها لنا برضه الحته الصغيره بعد ما الجول جه وليد نزل على الارض، وشوف هنا شوف هيرجعها له تاني لفتحي. فتحي شايف فتحي فين؟ علي معلول فين؟ الباكين بتوعنا مفيش حد معاه. لا سمير يا ريت تجيب بعد ما الجول دخل وليد سليمان عمل ايه؟ لا في لقطه ثانيه وليد سليمان حاسس نزل وعمل بدراعه كده. معناها ايه؟ معناها ان انا اللي انا في دماغي انا عملته. اللي انا في دماغي ان انا العمليه دي ما هياش عشوائيه. انا جمعت هنا علشان العبها هنا علشان تتسدد ويجي منها الهدف. وليد سليمان من النوع اللي فتنسه بيجي بسرعه، وبعدين انت بتوظفه. والماتشات بتاعتك اللي جايه يا كابتن، ست ماتشات اللي جايين محتاجين حلول. وليد سليمان لازم يدخل بكره باذن الله تعالى. شايف يا كابتن؟ معناها ايه دي؟ معناها راجل واثق جدا في قدراته انه اللعبه دي ما هياش عشوائيه. طبعا يا كابتن ان انا بلعبها راحت له مره واثنين وثلاثه، كان سهل جدا انه يروح ويرقص ويروح في العمق ده، انما هو اداها في الحته اللي هي يعني فعلا. وبعدين بقى ربنا بقى لما يعطي علي معلول اللي بيضيع ضرب جزاء ربنا بيكافئه من خلال زمايله، من خلال وليد سليمان بيلعبها له في الحته الصح عشان يجي الجول الصح، علشان الراجل يفرح ويفرح جمهور النادي الاهلي كله في مصر من الهدف ده اللي بيخليك دايما ماشي في صدارة الدوري بإذن الله تعالى لحد النهاية بإذن الله تعالى. والباكين بتوعنا كابتن جايين فين؟ يعني أحمد فتحي جاي في العمق ومعلول سايب مكانه وجاي في العمق. يعني بص مواصلين ازاي؟ أمال إيه؟ وليد عمل لك وليد عمل لك بس وقتنا بينتهي. كابتن ماهر عايز أسأل حضرتك برضو من وجهة نظرك، هنسيب بقى ماتش الأهلي شوية نروح لصراع صراع الهبوط، من وجهه نظرك مين اقرب الفرق للهبوط حتى الان؟ وهسال كل واحد في حضراتكم. هو طبعا واضح ان في مشكله بالنسبه للهبوط. يعني يمكن اقربهم انا شايف النجوم والداخليه. هيبقى في صراع بين حرس الحدود وبين انبي وبتروجيت، وداخل معاهم طلائع الجيش. ما يخشش ولا انتاج ولا وادي دجله ولا الاتحاد. لا يعني عندهم من خبرات ان هم يقدروا
يعني يبعدوا عن شبح الهبوط، لكن احنا طبعا يعني ما كناش نتمنى ان الانبي يبقى في هذا المكان ولا حرس الحدود بصراحه. يعني دي كلها مؤسسات ليها اسمها وخبرتها بالزبط. وتفرق بشكل كبير جدا. لو هبطت هيبقى عندها مشاكل كثيره، صعب جدا الصعود يا اسلام بالاوضاع اللي احنا شايفينها. يعني الثلاث مجاميع اللي بيصعد ده يعني راجل بطل يعني بطل. فنتمنى طبعا ان يعني كلهم عزاز علينا وكلهم مؤسسات بصراحه محترمه. فيعني لكن اقربهم الداخليه والنجوم اقرب اتنين للهم. كابتن عادل تشوف المباريات اللي هي هيلعبوها، يعني كل فرقه بقى له كام مباراه والمباراه درجه الصعوبه فيها، لكن اقربهم النجوم طبعا والداخليه زي ما كابتن ماهر قال. حرس الحدود عنده مباراه صعبه للغايه، يعني عنده مواجهات قويه جدا. انبي برضو يعني عايز اقول لك انه انا سعدت جدا باخر مباراه عملوها انبي ووصل للدرجه دي، لان انبي مؤسسه كبيره فعلا زي طبعا كل المؤسسات. لكن انبي اقدر اقول لك انه تبقى في خساره للكره المصريه ان انبي ممكن يروح بعيد، يعني ينزل تحت، تبقى في خساره، لان انبي من ساعه ما طلع ما نزلش خالص. بتروجيت وانبي افتكر انه المباراتين اللي جايين ممكن يبعدهم خالص. مباراة بكرة للنجوم، مباراة بتاعت الداخلية، مباراة بتاعت حرس الحدود اللي جاية، التلاتة دول لو الفرقة التلاتة اتهزموا في المباراة دي اقدر اقول لك ان التلاتة نزلوا. التلاتة دول اللي هينزلوا. كابتن عادل تايم. زي ما الكباتن قالوا طبعا في النجوم والداخلية دول تقريبا اقرب ناس. الكل متفق. لكن في ماتشات كده هتبقى عليها علامة، يعني هتبص تلاقي انبي هيلاعب النجوم. في الاخر هيكون النجوم تقريبا بان الوضع بتاعه. فدي هتبقى في ثلاث نقاط هيبقوا تقريبا يعني ده هيبقى بيلعب تحصيل محسومين. فدي هتخليه يوصل 36 او 37 تقريبا، يبقى خلاص ضمن. وخاصه ان انبي اخر ماتشين كسبانهم، الماتشين اللي فاتوا الاخرانيين كسبان ماتشين بست نقاط، دفعوه الدفعه القويه ديت. فما بين حرس الحدود وما بين بتروجيت والطلائع، لان انبي الماتشات اللي فاضله له باستثناء الاهلي ماتشاته هتبقى فيها اقل صعوبه شويه، انما الحرس ماتشاته هتبقى تقيله جدا. النجوم والداخليه ماتشاتهم كتير. بتروجيت هيعاني لان كل ماتشاته صعبه جدا. والطلائع طبعا بعد الخساره، انت عارف اللي بيلعب النادي الاهلي وبعد النادي الاهلي عمل مجهود كبير، الماتش اللي بعديه بيبقى فيه نوع من الهبوط. عموما انا اتمنى بس يا كابتن اسلام من اقل ناس فرصا الداخليه، لان هو اللي لعب 31 مباراه، لعب مباراه زياده عن كل اللي بيصارعوا، عن الثلاث فرق اللي بيصارعوا. صح، يعني حتى لو خد 9 بونت 9 من 27 يبقى 36. لا يعني لو كسب، لو كسب لو خد 9 بونت، لكن هو لعب اكتر مباراه من النجوم ومن الحرس ومن انبي لا والطلائع يا كابتن لاعب 31. ايوه بتروجيت لاعب 31 بعيد، يعني يعني دول لسه لهم ماتشات، يعني انبي وحرس حدود لسه لهم ماتشات. يعني طلائع الجيش يا كابتن 34 عايز له، يعني عايز له يجيب بونتين او مباراه يكسبها، يبقى حتى لو الداخليه كسب الثلاث مباريات مش هيحصل. عموما هنشوف، والحقيقه الدوري ساخن في القمه وساخن ايضا في القاع. نتمنى كل التوفيق لكل الانديه المصريه، ويظل دائما النادي الاهلي على صداره الدوري العام المصري. بشكرك جدا يا كابتن عادل. انا بشكرك يا كابتن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كابتن ماهر، شكرا جزيلا كابتن عبد الرحمن. شكرا جزيلا لحضراتكم. ان شاء الله بكره مباراه النادي الاهلي ونادي النجوم في تمام الساعه 7، هنكون مع حضراتكم من الساعه 5 كالعاده عشان ساعتين ما قبل المباراه. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته غدا. وزي ما قلت لحضراتكم، هي مباراه، وزي ما كل الحقيقه اجتمع على هذا الكلام، هي مباراه ليست بالمباراه السهله. ثلاث نقاط ان شاء الله، ان شاء الله يبقى عدينا المباراه الثالثه. بكره بقى بعد المباراه نتكلم في هذه الامور. اشكركم وان شاء الله نلتقي غدا وحلقه جديده من ملعب الاهلي.